مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من بالمكشوف، سهره الرياضه على قناه حنبال، وحصه جديده ان شاء الله، متابعه طيبه لكل فقرات حصتنا الليله. البدايه ستكون بالترجي الرياضي التونسي. اكيد الترجي بعد العوده بنتيجه ايجابيه من استاد برج العرب تعادل 1-1 في ذهاب نهائي كاس رابطه الابطال الافريقيه لكره القدم في انتظار الشطر الثاني ان شاء الله في ملعب رادس يوم 17 نوفمبر الجاري السادسه والنصف. اكيد سنعود لمباراه الذهاب بالتحليل بالنقاش مع ضيوفنا الكرام، مدرب الشبيبة القيروانية مراد العقبي، مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري شهاب الليلي. سنتحدث أيضا عن العلاقة بين الأندية، هل آزرت وعاونت وساعدت الأندية التونسية ممثل كرة القدم التونسية في نهائي كأس رابطة الأبطال كما لاحظنا في مصر، ووقوف تقريبا جميع الأندية وراء ممثل الكرة المصرية، ومن خلال أيضا المباراة الودية التي أقيمت في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي السفاقسي. أكيد الود يعوض ما افسده الجد في الموسمين الفارطين. سنعود للحديث عن علاقه الانديه التونسيه من اجل استعداد جيد ان شاء الله للموسم القادم. الرياضه المدرسيه والجامعيه، اكيد الواقع والافاق، المشاكل الموجوده في هذا القطاع خاصه بعد تعيين رئيسه جديده للجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه السيده فاطمه التومي، ان شاء الله باش تكون موجوده معنا في حصتنا الليله للحديث عن هذا التعيين وايضا عن برنامجها في الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه. بونيا وخنيفري وديزني وندزك في تمارين الاولمبي البيجي في الاسبوع الفارط، اكيد مدار ما نحبوش نشاهدوها. حابين يكون معنا السيد كريم الحسني والناطق الرسمي للاولمبي البيجي، كان من المبرمج انه يجيب احدنا الليله لكن اعتذر في اخر لحظه، لكن سنتحدث عن هذا الموضوع. احنا في بدايه الحصه قلنا باش نحكيوا على العلاقه بين الانديه، لكن اكيد وانه العلاقه ايضا في وسط الانديه داخل الانديه يلزمها مراجعه كبيره، العلاقه بين الاطار الفني بالمسؤولين والملاعبيه. سنتحدث عن اتحاد خلايا احباء النجم الرياضي الساحلي، اكيد في بوحجر كان هذا الاجتماع ومواضيع اخرى متفرقه. سنعود ايضا الى قاعه جابس وانقطاع الماء والكهرباء، يعني هذه القاعه تقريبا منذ انشائها عندها 7 شهور تقريبا. هذا مجمل معنا في حصتنا الليله، اجدد التحيه واستقبال مراد العقبي مدرب الشبيبه القيروانيه. مرحبا بك مراد. مرحبا لبيب، مرحبا بكل مشاهدي حنبال، شرفنا بوجودك معنا ومشكور جدا اللي جيتنا من القيروان. وانا اسعد. شهاب الليلي مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري، ماكش غريب على البلاتو هذا، مرحبا بك شهاب وسعداء جدا وانك تكون موجود معنا الليله. وانا كذلك سعيد بوجودي معكم، مرحبا بالحضور الكرام والمشاهدين الكل. نادر داود مرحبا بك، مساء الخير نادر. تحيه ليك لبيب، تحيه لكل خاين في البلاتو، سي طارق سي عبد الوهاب، سعيد جدا بوجود زملاء اكون لهم الاحترام والتقدير ولكل الساده المشاهدين. عبد الوهاب مرحومه، مرحبا بك عبد الوهاب، مساء الخير. مساء الخير ومرحبا بالمشاهدين نتاع حنبال الوفياء نتاع بالمكشوف، ومرحبا بمراد وشهاب، ان شاء الله حصه ممتازه ان شاء الله. ان شاء الله. طارق العلامي مرحبا بك طارق. اهلا وسهلا لبيب، مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا بمشاهدينا، مرحبا بزملائي، وتحيه خاصه سي نادر، مرحبا عوده ميمونه سي نادر. ربي يفضلك سي طارق، حتى انا ما نستغناش عليكم. مرحبا بك. الى شاكر الكازالي، اكيد شاكر هو اللي ما نستغناوش عليه. شاكر مرحبا بك، مساء الخير. مرحبا بك لبيب ومرحبا بكل الساده المشاهدين في حصه جديده من بالمكشوف. لبيب كالعاده نبدا لك باخر تفاعلات تاع الاسبوع الفارط، لكن معناتها الليله بالحق معناتها برشا ضغط من احباء الترجي الرياضي التونسي بخصوص عدد التذاكر والمقابله نتاع العوده. تعرف لبيب اللي برشا كلام تقال على المقابله هذيا، فما ساعه نبداو بالمراسلات الرسميه، خلينا نقولوا مراسله من الاتحاد الافريقي لكره القدم للسيد رضا كريم كاتب العام الجامعه التونسيه، يقولوا المراسله نصها يقول انه الكاف تطلب من الجامعه التونسية انه المقابله هذه مقابله نهائي الدور تحت انظار جماهير تقريبا بنسبه 100%، معناتها الملعب لازم يكون معبي، والكاف مش باش تقبل انه معناتها يتم الحد من دخول الجماهير كما صار وكما قبلت في مقابلات اخرى في كاس الاتحاد الافريقي. في المقابل لبيب اليوم وزاره الداخليه تعلم إدارة الترجي الرياضي التونسي إنها باش تمكنها من 20,000 متفرج معناتها في المقابلة هذيا، وفي إطار التفاعلات بين زوز معناتها لي دو فيرسيون، فيرسيون تاع الكاف وفيرسيون تاع وزارة الداخلية، فما برشا كلام قاعد يتقال في أحباء الترجي الرياضي التونسي وبرشا حيرة على المصير نتاع المقابلة هذيا، خاصة من ناحية الحضور الجماهيري. فما شكون يقول إنه الأمن التونسي كي باش يعطي للترجي الرياضي التونسي متنه من 60,000 معناتها تذكرة، المبلغ معناتها النسبة نتاع الجماهير المسموح بها في ملعب
رادز راهو قلت ماهوش عامل علينا مزيه، لانه الترجي هذه تونسي افريتو باش يلعب بالدراب نتاع تونس، ماهوش باش يلعب بالدراب نتاع الترجي فقط. فما محب اخر يقول بربي شاكر أنا سامحني صاحب ماهوش عامل علينا مزيه، على الاقل نحسنوا اللغه نتاعنا والالفاظ على الاقل باش نضمن وجود جماهيري كبير في هذه المباراه. ومن بعد نرجع للحديث عن هذا الموضوع، مش عامل علينا مزيه، ما ندخلوش في المتاهات هذه والالفاظ. اكيد شعر ان شاء الله بعد قليل راح نحكيوا على موضوع الترجي التونسي وطاقه استيعاب ملعب رادس والعدد اللي ان شاء الله يكون موجود ويكون رقم قياسي بالنسبه لهذه المباراه. لبيب نكملك مع في نفس الاطار بالطبيعه، فما شكون يقول انه يحب يتسائل، معناتها محب اخر يقول يتسائل اسكو الامن في تونس قاعد يتحسن ولا قاعد يدهور مقارنه معناتها الفينال دور النهائي نتاع مناوي. يقول لك فما شكون احنا لعبنا ضد الوداد ب 60,000 بالطبيعه متفرج، علاش السنه معناتها وقت اللي احنا بعدنا على معناتها الثوره قاعده تحقق في اهدافها، علاش نلعبوا سنه ب 20,000 كهو؟ فما نداء من ايضا من جماهير ترجي كانوا حطوها على المواقع الاجتماعيه يطلبوا فيه من رئيس الحكومه وزير الداخليه انه يتلهى بالموضوع هذا من اجل انه يمكن جماهير الترجي من الطبيعه من العدد هذا الكبير نتاع الجماهير اللي مش حاضره. ولبيب معناتها برشا تخوف الحقيقه انه الكاف يقرر تغيير مقر معناتها تغيير مكان المباراه عفوا نتاع الترجي هذه التونسي والاهلي المصري، ويقول لك هذا ما يخدمش مصلحه تونس لا الاقتصاديه لا السياسيه لا الرياضيه من كل الجوانب. بالنسبه لبيب نمشيو للسؤال نتاع الحصه نتاعنا الليله، يقول هل انه التعادل بعد التعادل في ذهاب هل ضمن الترجي الرياضي التتويج بنسبه 80% او بنسبه 60%؟ اذا كان تعتبروا انه الترجي ضمن 80% من التتويج تبعثوا امبيكا 1 و60% امبيكا 2 على رقم العاده، الاس ام اس 78 887، بقيه العناوين الهاتف 70 944 944، الفاكس 71 750 477، الايميل sport@anibaltv.com.tn، والاس ام اس بتاع العاده لبيب 78 887. يعطيك الصحة شاكر. أكيد اليوم كان الاجتماع التنسيقي في مقر وزارة الشباب والرياضة بين ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، أيضا الجامعة التونسية لكرة القدم، وزارة الداخلية، وأيضا اللجان الجهوية. أكيد هذه تكملة لاجتماع الأسبوع الفارط، وأكيد اليوم تم النظر في عودة البطولة بالجماهير. أكثر تفاصيل عن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع مع السيدة طاهر خنتيش رئيس لجنة التنظيف الجامعة التونسية لكرة القدم. سي طاهر مساء الخير وأهلا وسهلا بك. مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا بمشاهدين القناة. احنا بعد فعلا اليوم تمت آخر جلسة تنسيقية مع السلطات الأمنية تحت إشراف السيد وزير الرياضة وكامل تقريبا أعضاء وزارة الرياضة، كل الإطارات تقريبا القريبة من وزارة الداخلية المسؤولة على التنظيم والأمن الداخلي في البلاد، رئيس الجامعة كرة القدم، حتى رئيس جامعة كرة السلة كان موجود. محدثكم يعني ناس كل كانت حاضرة اليوم، سعي جدي لاستئناف البطولة بحضور الجماهير في الملعب، لكن السعي هذا الحمد لله كلل بالنجاح. لكن اليوم باش نشوفوا قدام الملاعب نتاعنا بتعبير اخر مش باش تكون موجوده لافته، اما لا يدخله الا اكثر من 20 سنه ملعب على غالب ظرف استثنائي. اليوم باش يدخل متفرج رياضي باش يناصر الجمعيه نتاعو لازم 20 سنه، لازم مصحوب بطاقه التعريف نتاعو الوطنيه فضلا عن بطاقه اللي يتخول الدخول للملاعب اللي تسلم له من الجمعيه نتاعو. اليوم الجمهور باش يرجع في البطوله الوطنيه كرة قدم محترفه، الرابطه المحترفه الاولى، بدايه من هذا السبت هذا، حسب طاقه الاستيعاب فيها قراءه امنيه لكل ملعب على حده. تقريبا طاقه حصره اللي هي في حدود 7,000 متفرج اقصى تقدير بملعب رادس، بمثلها بالنسبه للملعب المنزع عندما يكون حاضر. خاطر المنزع باش يلعبوا فيه جمعيات كثيفه استثنائيه بتدخل وصاعد من سيد وزير الرياضه، ما لقيناش الملعب التونسي باش يلعب الجمعيه هذه، ولا دخل سيد وزير الرياضه مشكور وباش يلعب معناها الملعب التونسي مع حمام السوسه بملعب منزع بصفه استثنائيه امام حضور 1000 متفرج خوي لهم ذلك في المقابله الاولى هذه. بالنسبه لطاقات الاستيعاب لحضور الجماهير في بقيه ملاعب الجمهوريه بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى اللي تترقي لها مشكله هذه عشره، في راس قلنا 7,000 المنزل كي يكون حاضر، مازال مش حاضر 7,000، كذلك 4,000 متفرج، بنزرت 3,000 متفرج، باجا 2000، سوسه 5,000،
حمام سوسه 1000، المنسيب 3000، قلنا قيروان 1500، سقس 4000، جابس 3000، جرزيس 1500، وقفصه 2000، والكاف 1000. بالنسبه للرابطه المحترفه الثانيه تنطلق زاد الاسبوع هذا، بدايه من هلا لحد 11، لكن بدون حضور جمهور. هذا مش عقاب للرابطه الثانيه ولا قراءه اخرى، لكن الشهادات اللي جات تخول اللعب الملاعب بالنسبه للرابطه الاولى ما زالت ما يجازها بالنسبه للرابطه المحترفه الثانيه، معناها الشهادات ما يجازها والملاعب ما يجازها. وفي قراءه ايضا امنيه وتنظيميه، قلنا ان شاء الله الجماهير اللي بتناصر الفرق نتاعها بطبيعه الحال، الجماهير اللي بتفرج في الملاعب في تناصر جمعيتها باش تكون من فرق الانصار المحليه فحسب، يعني الجمهور المحلي فحسب. معناها النادي الافريقي باش يلعب الاسبوع هذا مثلا مع بنزرت، النادي الرياضي بنزرتي باش يكون بملعب رادس في حضور اقصاه 7000 ببطاقات تخول لهم الدخول، دون حضور جمهور النادي الرياضي بنزرتي، يعني بالبطاقات التي تسلم من النادي الافريقي. هذه في القراءه الاولى. ان شاء الله الجمهور يسعى الاطارات المنظمه، خلايا الاحباء والتنظيم والانصار، باش احنا نحاولوا جاهدين كجامعه كسلطه اشراف باش العدد هذا ان شاء الله يقع مراجعته في القريب العاجل، والجمهور ترجع بصفه عاديه للملاعب وتناصر الفرق نتاعها. كنتوا تتحدثوا على ترجي الرياضي التونسي والمقابله وحضور الجمهور وقداش لازم يكون حضور في عرس كره القدم الافريقيه، ايضا كانت موضوع قراءه اولى اليوم في الجلسه التنظيميه على مستوى وزاره الرياضه بحضور سلطه الاشراف والسيد وزير الرياضه وكل اطارات الامن وجامعه التونسيه لكره القدم. احنا جامعه التونسيه لكره القدم ورد علينا مكتوب من الاتحاد الافريقي اليوم ترجي تمثل تونس وتلعب مقابلة نهائية في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. هذا نحب معناه عرس كرة القدم الإفريقية، عملناه الترجي لعبت نفس التظاهرة في نفس الدور وفي النهائي وفازت به اليوم، وكان تنظيم محكم وأثبت عليه الترجي وبسعي أيضا من الجامعة وحضور جماهيري خارق العادة ونجحنا في التنظيم وكل شيء. اليوم الترجي كل أعطيني فرصتي باش نزل قبل الترجي ولتونس وتعطيني خطوة باش يمشي يشارك قدام. احنا كجامعه اليوم المكتوب اللي جانا من الاتحاد الافريقي بديهي يظهر لنا طموحات الترجي معقوله وبتحضر قدام الجمهور معناها محترم. مساعين مع سلطه الاشراف مع رجال الامن المشكورين اللي هما بادلين جهد كبير باش ناخذ عدد وافر ان شاء الله من الجماهير. هذه ال 20000 ما تكفيش اليوم جمهور الترجي ولا جمهور الفرق الكبرى، ساعين ان شاء الله تقع قراءه اخرى وان شاء الله العدد يكون محترم باش يناسبوا احباء الترجي جمعيتهم بما فيه خير الجمعيه هذه وكره القدم التونسيه. أكيد، شكرا لك ستار خنتاش رئيس لجنة التنظيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. أكيد إن شاء الله عودة ميمونة للجماهير إلى مدرجات ملاعب الرابطة المحترفة الأولى، ومصير جماهير الرابطة الثانية راهو بين يديكم. أكيد الالتزام والتحلي بالروح الرياضية والانضباط يخلي الجماهير تعود تدريجيا لبقية الأقسام. إن شاء الله تعطيه درس المرة هذه، درس إيجابي مش درس سلبي. الناس الكل يناديوا بعودة الجماهير إلى الملاعب. الفرصة المرة هذه نجم تكون الأولى، نجم تكون الأخيرة، أكيد مع تنبيه وضوء برتقالي المرة هذه في انتظار لا قدر الله ضوء أحمر. لازم الناس كل تتحمل مسؤوليتها باش ترجع البطولة بالجماهير. إن شاء الله في نهاية الموسم تكون مدرجات كل الملاعب التونسية ملقانة بالجماهير. سنعود للحديث بعد قليل أكيد عن الترجي الرياضي التونسي وعن المراسلة متاع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص الأمور التنظيمية وعدد الجماهير إن شاء الله المنتظرة في مباراة الدورة النهائي مسك الختام. إن شاء الله الترجي يحافظ على اللقب الإفريقي. عبد الوهاب نبدأ بالدخلة معك. دخل الساعة ماذا بيا ساعة العودة محتشمة جدا نتاع الجماهير، وذاك خطر ذاك ما جناه الفوضويون على الناس اللي حابين الرياضة والمشجعين المتزنين والعاقلين. الله غالب، لازم يكون درس للناس الكل. بالنسبة للدخلة أخونا منير سيلي المهاجم السابق نتاع حمام نلف يمر بفترة صعبة زادة حتى هو على فراش المرض. إن شاء الله الجمعيات الكل من راهو لجات شكاية لا من منير لا من عائلته، الخبر يعني استقيناه من عند زميل ولد حمام نلف. إن شاء الله الجمعيات الكل ما تسيبش ولادها، مش ما تعصرهاش كي القارصة تاخذ منها الزبدة
وبعد وقت اللي يتيح بهم الدنيا ولا يبدا على فراش المرض ان شاء الله يلقى الله وحتى معنويا نراه. واني قلت لك ما طالب حتى شيء ان شاء الله لفتة جمعيته وزملائه ويتلهوا به خونا منير. وبالمناسبه نتمنى لخويا علي بوشوشه زاد الشفاء العاجل ان شاء الله، نتمنى لهم الشفاء العاجل. نادر لبيب، المدرب التونسي يتألق مرة أخرى في كل زمان ومكان، تألق لافت النظر لمحمد الكوكي في السودان في فريق أهلي شندي ساعد حديثا، عنده زوز مواسم في الرابطة الثانية الرابطة الأولى. الموسم الفائت لعبت كأس الاتحاد الأفريقي، حاليا في المرتبة الرابعة مازالت المقابلة مع الخرطوم، لو ينتصر يكون في المرتبة الثالثة. لكن في كل الحالات للمرة الثانية على التوالي هذا الفريق الصغير في السودان يلعب كأس الاتحاد الأفريقي. رسالة مضمونة الوصول من المدرب التونسي لكل المسؤولين الرياضيين في النوادي باش يقول لهم حاجتنا كان بالثقة واعطيونا أكثر ثقة باش ندربوا النوادي ويزينا من المدربين الاجانب نص الباس. يعطيك الصحة. طارق. دخلة واحدة. في بالي نستنى في دخلة ثانية. والله غيابك أنا... امتثلت أول مرة دخلة برك. لا متأثر بغياب الأسبوع الفارط هذاك علاش. ما تسخنش. أنا الحقيقة رجعت حليت شوية اليوم تقرير لجنة تقاصي الفساد والرشوة. التقرير الشهير اللي فيه أكثر من 320 صفحة. لقيت انه سعد الوهاب في مثل هذا اليوم اطلعت عليه في مثل هذا اليوم على الاقل في 2008 ايام سيء الذكر. في مثل هذا اليوم ولد عبد الوهاب مرحوم. هذا خبر به ميلاد سعيد. هذا خبر به ميرسي. هذا خبر به فرصه بخير. فرصه خليني نسلم على الوالده ونقول ربي يفضلك امي والمدمه نتاعي وبنتي واخواتي واصحابي الكل وخاصه في الفيسبوك ونقول لهم طلعتوا هكا اليوم معايا. ميرسي بوكو. ميرسي ربي يفضلكم الكل. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ان شاء الله بطول العمر. ربي يفضلكم. قلت انه الحقيقه رجعت لتقرير لجنه تقاصي الفساد والرشوه ولقيت انه في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 2008 الايامات ان شاء الله ما تعودش علينا كانت الاحتفالات الوهميه والصوريه. تعرف قد ايه خويا نادر الاحتفالات للفنانين فقط لاحياء الحفلات الوهميه في الفتره ذيك وقت اللي كنا خارجين من احداث الحوض المنجمي وكان بلادي رديف والمتلوي والمظيل لا ياكلوا في العصا. 638 الف دينار احتفال ليله 6 نوفمبر 2008 احتفالات وهميه لاعلاء رايه وهميه. الحمد لله ذهب الظلم. ان شاء الله نحن اليوم ما نخليوش الظلم يرجع مره اخرى. ان شاء الله. مراد عندك دخله؟ ليش دخله انا نعيد على الموضوع سهيلي و وبوشوشة سون دو اكس جوارات كبار كانوا يلعبوا وانا مش عبد الكريم صديق ليا. عبد الكريم ربي يفضله لاباس عليه مازال يطنطن ديما في الصحة والعافية. منير السهيلي. منير السهيلي بالحق معناها نضم صوتي الناس الكل باش كيما قال نستلطفوا له وان شاء الله باش يبيع العجل ان شاء الله. شير كيف نقول لخونا منير ربي يفرج عليك. نقول له عبد الوهاب كل عام وانت حي بخير. نقول للرياضيين في تونس خاصة كرة قدم كل عام وانتم حيين بخير. رجوع البطولة بالجماهير توحشنا الأجواء هذه. ألور لكن زاد نقول خلي بندمي مدرب نقول للمدربين كل عام وانتم بخير. لكن زاد نقول راه مسؤوليتنا كبيرة كذلك احنا في تصريحاتنا في تصرفاتنا لإيصال الجو العام تاع مقابله عندنا فيه مسؤوليه ما نقولش 100% لكن عندنا ضلع فيه باش تكون الامور ايجابيه سواء في تصريحاتنا او سواء في معاملاتنا او في تصرفاتنا. الور كل عام وحنا حيين بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اكيد بالنسبه للدخله نتاعي ممكن في شكل استغاثه او صرخه من مواطن تونسي قبل ما يكون حكم دولي سابق في كره اليد اسمه محمد التومي تحول الى ليبيا للعمل والاستثمار لكن مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره اختطافه من مجموعة من الليبيين ذوما يتاجروا في الممنوعات وتم المصادرة متاع البضاعة متاعهم والأموال متاعهم في تونس ما لقاو حتى حل إلا أنه يختطفوا مواطن تونسي بريء لا ناقة له ولا جمل. محمد التومي لحكم الدول السابق وجه استغاثة وأكيد إن شاء الله النداء يوصل وإن شاء الله الليبية الإخوة اللي ما نشفش نذكروا لأنه عيب واحد يذكر بالحاجة بالخير اللي عملوا مع الناس شنو عملوا التوانسه مع الاخوه الليبيين خاصه ابناء الجنوب عند الازمه الليبيه. ان شاء الله
هذوما فاعل الخير يتدخلوا لإطلاق سراح هذا الأب اللي عنده طفلة بنية صغيرة تستنى فيه تستنى في عودة أبوها إن شاء الله محمد التومي من ليبيا، إن شاء الله الليبية اللي يحبوا أيضا الرياضة ويحبوا قناة حنا بعد ويحبوا بالمكشوف لأنه موجود في مكان مجهول محمد التومي، إن شاء الله إذا كان يسمعوا أي معلومة أكيد إن شاء الله يساهموا على الأقل لإطلاق سراح محمد التومي حكمنا الدولي السابق. بسرعة الدخلة الثانية تهم الأخبار اللي عديناه في الأسبوع الفارط واللي تكلمت عليه عن صبرا ساسي، نادر يقول الثانية معناها حاسبني على الثانية، الثانية مهمة جدا لأنه أتأكد أنه الإعلام والحمد لله قاعد يوصل في صوته. قلت صبرا ساسي هذه اللي عندها الجنسية المزدوجة البلجيكية التونسية، بطلت جيدو في بلجيكيا، عاملة 7 مرات 7 ألقاب بلجيكية، عندها زوز في صنف الصغريات، 3 في الأمال وزوز ألقاب في صنف وسطيات، ولعبت نهار السبت نهائي البطولة البلجيكية كبريات رغم عمرها وسطيات عمرها أقل من 18 سنة وتحصلت على المرتبة 3. أول ما تحدثت عن هذه الفتاة اتصلت الجامعة التونسية بالجيدو بوالدها اسكندر حشيشة وأيضا مدرب المنتخب الوطني التونسي للكبريات سلاح رقيق، طلبوا والد الفتاة هذه واتصلوا به ونسقوا معه الأمور نهار 11 نوفمبر عشان نهار لحد يجي لتونس وصبرا ساسي تعمل الاختبار، وإن شاء الله كما هي أمنيتها وحبت أنه تلعب مع المنتخب التونسي لأنه ما زال لها عام فقط باش تحدد يا أما بلجيكا يا أما تونس، إن شاء الله أحسنت الاختيار وشكرا للجامعة التونسية للجيدو وأيضا اللي أكدت أنها تسمع وسيلة الأعلام والحمد لله صوتنا مسموع وإن شاء الله هكا كل الجامعات الرياضية والأندية تتجاوب معنا. هذا بالنسبة للدخلة، لكن أكيد دخلة متميزة عملها الترجي التونسي في ذهاب نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باعتبار عودته بنتيجة إيجابية تعادل 1-1 من ملعب برج العرب بالإسكندرية، هذا الشطر الأول من التنافس على التاج الإفريقي. الترجي وحامل اللقب الأهلي يريد استرجاع هذا اللقب بعد غياب عن منصة التتويج في 3 سنوات الأخيرة، والترجي الرياضي التونسي مراد ممكن نبدأ الحديث عن الشوط الأول من هذه المباراة والضغط الأهلاوي اللي قبله الترجي، أكيد شهدنا برشا فرص سيطرة تكاد تكون كبيرة للأهلي على حساب الترجي. والله دابور نستغل الفرصة باش نهني الترجي ساعة على الحضور نتاعها الثالث موسم على التوالي في نهائي الشامبيونز ليج، وهذا في حد ذاته تتويج. زوز نبيل معلول معناها سبيسيالمون نقول الترجي اليوم خذا ديمونسيون أخرى في 3 سنوات هذه، خاصة احنا نعرفوا الترجي حاضر دائم في البطولة التونسية لكن على مستوى الشامبيونز ليج صارت له برشا نكسات في الثمانينات في التسعينات، اليوم الثالث موسم على التوالي وهذه حاجة الواحد لازم ينوه بها. الأسلوب اللي تاخذه نبيل معلول في خاصة في المقابلتين الأخرانين في مقابلة مازيمبي والمقابلة هذه أسلوب متاع تعامل معناه منطقي وطبيعي جدا ووصل به الأهداف اللي يحب عليها مع الملعبية متاعه بينسير. مع مازيمبي شفنا ميسيون أكمبلي 0-0 غادي، معناه تنظيم دفاعي على مستوى كبير انضباط كبير وانتصر في تونس 1-0. اليوم مع المقابلة هذه مع الأهلي المصري والحق يقال الأهلي المصري على مستوى الإمكانيات الفردية والجماعية أقوى من مازيمبي. ترجي لو قبل المقابلة تقول أحسن سيناريو يقول لك 1-1 نتيجة، ديما نحكيو بها هذه على مستوى مقابلات على مرتين ديما 1-1 نتيجة إيجابية، ولو أنه كما قلت أنت معناه التنظيم الدفاعي كان موجود لكن ما كانش فما الانتقال باش يعمل التوازن انتقال من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية اللي الكرة ديما معناها في بحوزة معناها الفريق الأهلي المصري. سيناريو الشوط الأولاني تعدى لاباس، الشوط الثاني الهدف معناها نورمالمون أعطى حرر برشا لاعبي الترجي وأعطى معناها برشا شحنة وزاد كبر الطموح نتاع الملاعبية نتاع فريق الترجي، لأنه عندي احتراز شوية على 10 دقائق الأخرى 4 ساعة الأخرى اللي ولا ضغط معناها مبالغ فيه من الأهلي المصري، طبيعي جدا فريق يحب يرد الفعل ومشي يعمل كل قواه في التنشيط الهجومي. اللي عمل الفرق ووصل معناها الأهلي المصري باش عادل أنه الترجي ولا معناها ياخذ الكرة
ويخسرها معناها بسهوله تامه معناها ولا يعطيها كريمو لل... وهذه ما نلومش انا الفريق ككل ولا المدرب معناها الاسلوب ناجح وشفنا احنا في السنوات الاخيره شفنا اللي خذاه الشامبيونز ليغ على مستوى الاوروبي شفنا الانتر دو ميلان خذاته بالاسلوب هذاك بالبلوك با شفنا تشيلسي عملناه كيف كيف هو أسلوب معناه مقنع ومنطقي جدا لكن التعامل في الفترات الصعيبة في المقابلة هو مرتبط خاصة بالكمبارتيمون أوفنسيف اللي معناه نهارتها كانوا ينجموا على مستوى الفردي ثم بعض ملعبية كانوا ينجموا يساهموا باش يرتحوا ويخفوا العبء على الدفاع متاع الترجي ذاك على الترجي قبل الهدف في الوقت هذاك شيخ معز من الشريفية تألق في حراسة مرمى الترجي في المقابل الشريف كرامي تسبب في هفوة الهدف للترجي زوز متناقضات في نفس المباراة معز يهدي نجم نقوله تعادل ثمين للترجي وكرامي يقلص من حظوظ الأهلي برشا انتقادات لهذا الحارس بعد المباراة ومن قبل يغلط في نفس تقريبا هذه الأخطاء الشريف كرامي شوف قبل كل شيء معز ثالث دور نهائي هو ما عندوش 22 سنة يعني حاجه مهمه برشا والفريق الكبير كما الترجي لابد يكون عنده حارس كبير 20 سنه بالضبط معناتها شفنا مؤزن وقت اللي يزبو يخلي الترجي في الحيه نقولوا احنا في اللعبه في الماتش يخليها في الماتش وقت يحب يزبو يرجعها يرجعها سواء شفتوا على تدخلاته في الكرات العاليه او في الكرات اللي على الخط لي باراد اللي عملهم الوغ اللي تري ديسيزيف مؤز في الماتش هذا وفي الماتشات الاخرى معناتها تقول لي اكرامي انا نقول لو ميريت الاستحقاق يرجع للهجري والبوازي وسمعت نبيل معلول علق على اللقطه انهم يشتغلوا بالليكرون يعني يعمل بوازي هو يعمل الليكرون باش يحرر الهجري والتايمينغ اللي مشى فيه الهجري افيك مع التنفيذ نتاع الركنيه نتاع شمام ظهرت بتاتر ظاهريا غلطه كرامي لكن انا ديما نقول استحقاق يرجع للمهاجم اللي عمل جاي اسمه يعني هو القص في مسار الكره قص على مسار الكره باش تسجل هدف ماك تعرف انت الاخوه المصريين ما يعطيوش الاستحقاق للترجي في تعامل مع المقابله تكتيكيا يعني وقت نقولوا واحد واحد كما قال مراد لو يقولون قبل المقابلة شنو تحبوا سكور نقول لك واحد واحد لكن أثناء المقابلة فما حلم مشروع أو طمع مشروع للترجي أنه كان يجب يخرج حتى بنتيجة المقابلة تبقى هما في مصر ما يقولوش أنه الترجي هو اللي عمل الطريقه ولا الهيشري كما شاهدوا في اللقطه تفوق على الدفاع والحارس بالضبط اعلى من الجميع تبارك الله هو اللي عنده الاستحقاق في انه بصم تكتيكين على المقابله انه هو كانت عنده الاحقيه باش يكون هو فاعل لانه لو نشوفه نسبه امتلاك الكره نسبه كبيره للاهلي لكن لو نشوفه نسبه الخطر على على المرمى تنقاه عاديه جدا بالنسبه لي انا عاديه جدا غير كره بوتريكا في الشوط الاول اللي كانت معناتها جواب نقولوا احنا تقدر تسجل لكنه في المقابل يعني ما شفناش الاهلي انه قاء مساحات القاء ظهر بحث كثير على ظهر المدافعين نتاع الترجي ما لقاهوش يعني الاخوه المصريين لابد انهم باش ينتقدوا شخص فردي كبش فداء باش يغطيو بدات على السوبريماسي نتاع الترجي حسام بدري غامر بابو تريكا بعد غياب شهرين في المباراه هذه نادر لا يمكن هو الخبره نتاع بوتريكا والزاد الفني نتاعو يخليه انه يعطيه فرصه للعب واعطاه حريه التنقل ويقول لك ملاعبك هذا في كل لحظه قادر انه يعطينا الاضافه لكن خليني نقول لك انه المقابل هذه الخطه التكتيكيه كانت مختلفه واسلوب اللعب كان مختلف الترجي ب 4-2-3-1 والاهلي ب 4-4-2 اللي تعودنا دائما مع ايمانويل جوزيه كان دائما 3-5-2 لكن كان متميز زوج لاعبي ارتكاز حسام غالي وحسام عاشور وكذلك حريه التنقل لابو تريكا نجم نقولوا العنوان نتاع المقابلة هذه هو أنه كيف تهاجم دفاع المنطقة المكثف هذا يدرس في امتحانات في الدبلومات متاع المدربين يعني الترجي اختار أسلوب اللعب دفاع المنطقة ولعب الهجمة السريعة أو الهجمة المعاكسة المرتدة في حين بناء الهجمات المركزة والتبادل السريع بالكرة دخول لاعب الأطراف وليد سليمان وعبد الله السعيد وتفوق العدد مع شريف عبد الفضيل وأحمد فتحي على الرواق يعني الأهلي حاول بكل الطرق التسديد من بعيد المرور على الأطراف والتوزيع عن طريق الصعود
العقود المستمرة لأحمد فتحي اللي كان من أبرز اللاعبين بصراحة في المقابلة هذه، وحذ هذه من هذا اللاعب في مقابلة الإياب. كذلك اللاعب في خلف في ظهر محور دفاع الترجي، وفي كل مرة كان يتعدى، لكن اليقظة متاع بن شرفية كانت موجودة. نجم نقوله الأهلي قام بكل ما يمكن أن يقوم به في الشوط الأول، لكن الحظ في كرة أبو تريكة كان إلى جانب الترجي. الانتشار المحكم خصوصا دفاعيا للترجي كان ممتاز جدا، وكذلك حارس عملاق اسمه بن شرفية، هنيئا لتونس بهذا الحارس. نجم نقوله شوط أول كان فيه التفوق في نسبة وامتلاك الكرة للأهلي، لكن السيطرة التي تعني التفوق هذا هو عنوان الشوط هذا اللي كان الترجي ممتاز فيه من الناحية التكتيكية، الانضباط التكتيكي الدفاعي. لكن غاب على الترجي النزعة الهجومية والتنقل من حالة دفاعية إلى حالة هجومية، اللي هي كانت نقطة قوة الترجي في العادة، دائما يتنقل بسرعة من حالة دفاعية إلى حالة هجومية. ذاك علاش اليوم قادوح في عزلة وما لقاش المساندة والمعادلة الهجومية. هو علاش؟ أنه كانت الكرة تطلع نصف الثاني للملعب، كانت فما كذا لاعب خاصة يوسف أو نيونغ يتمسكوا بالكرة، يعملوا بوسيسيون دي بالون حتى يخلط البلوك يولي يطلع البلوك. المرة هذه شفنا أنه أول شيء ما وقعتش نسبة امتلاك الكرة فرديا، نحكيها فرديا الفوق، وهذاك اللي خلى البلوك ما يطلعش. وهذاك اللي حكم على الترجي، لو للترجي انهم يقعدوا ديما على المستوى ال 40 متر اكثر شيء. نقطه ثانيه كما تحكي انت على مستوى المرور على الاطراف، على مستوى التسديد، على مستوى البحث على ظهر المدافعين، هذا كله استعمله الاهلي. لكن فما عنصر مهم جدا باش تفوز في مقابله باش تسجل اهداف في مقابله، ما خيتش كلمه بالعربيه الاجريسيفيتي، الاندفاع البدني. الاندفاع 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 ما كانش موجود، كان بالعكس الاندفاع نتاع الاولاد الترجي هو اللي كان موجود. اثنين فما حاجتين، هو التواجد في البوكس، يعني في 16 متر و50 نسبه التواجد نتاع اللاعبين الاهلي حتى لو انهم متواجدين، لكنه في المقابل هو اللي نجح فيه انه الترجي عرف يدافع في 16 متر و50، لانه الاكثر الكروس الرفعات اللي جات من اليمين ومن اليسار كان الترجي هو اللي موجود فيها، سواء فضائيا او حتى ارضيا كان هو متواجد فيها. وهنا نقول ديما نرجع ديما الاستحقاق يرجع للدفاع، الترجي عرف يدافع في 16 متر و50، لانه ما يكفيش انك تقول المر من الاطراف، وهي تمر من الاطراف لكن وين مش تسجل، تسجل في 16 متر و50. هنا التواجد، اما نوعيه التواجد يعني بالاجريسيفيتي كانت مفقوده في النادي الاهلي وكانت متواجده في الترجي. مراد يوسف لمسكني، لو كان موجود كان ينجم يكون سيناريو اخر للمباراه. بيان سور يوسف عنده دور. انا نحب نذكر بحاجه انه الترجي في العاده في البطوله التونسيه يصنع هو اللاعب وهو اللي يلعب عالي، لكن اسلوب جديد معناه يتسمى جديد على الترجي معناه بين معلول سبيسيالمون في الفتره الاخرانيه، معناه اختار في مقابله معينه مقابله هامه من حجم ثقيل باش يلعب بلوك با وباش يعطي الاولويه للتنظيم الدفاعي اللي ناجح فيه 100%. سوف كو بعض اليات اللعب اللي كما قلت مثلا بار اكزومبل يوسف المساكني يلزم دي جوار معناه عندهم فنيات عاليه اللي نجموا وقت اللي اللاعبين يتحملوا الضغط هذاك الكل يرتحوا الكره وباش يعطيو تايمينغ لاصحابهم باش ينجموا يعملوا هذا اللي ما صارش سورتو في ربع ساعه الاخرى. ما مازمبي سي ان بو ايكيليبري اكثر مره هذه العشر دقائق الاخرى معناها تنبأ بالخطر ظاهره، معناها كلي فما شانس كبيره الاهلي باش يعدل. وفي نفس الوقت الحلم اللي كيما كان يحكي شهاب نورمالمون واحد بلاش كانت فما لا شانس هذوك الاوقات اللي تنجم تماركي فيهم الهدف الثاني، لكن الاليات ما كانتش متوفر. بوعازي بعيد على الكومبيتيسيون، نيانغ وقع استهلاك وجاته اصابه وخرج ظهر لي اضطراري. زيد الترجي ما سجلش في خمسه مباريات الاخرى الا ثلاث اهداف في كاس رابطه الابطال، من مباراه الشلف قبلها سانشاين واحد بلاش، شلف خسر واحد بلاش، عمل السر السر من بعد واحد بلاش ضد تي بي مازنبي، وعمل واحد واحد مع الاهلي. يعني مقابل صلابه دفاعيه الترجي في كاس رابطه الابطال افتقد للنجاح الهجومي، وخاصه اذا كان نلاحظوا ايضا وانه زوز اهداف اللي سجلهم الترجي في ضد تي بي كره ثابته ومدافع، وضد الاهلي كره ثابته ومدافع. هذه ضريبه الاسلوب، تاكيد الكلام اللي قلته، الاسلوب وقت اللي يبدا جديد على فريق معين في فتره قصيره. خد كما قلنا الترجي نرجع سنوات ديما هو اللي يصنع اللعب على مستوى الادوار الاولى خلينا نقول التمهيديه وعلى مستوى البطوله التونسيه، لكن وقت توصل في دوري الاربعه مع الدومي فينال وفينال في حجم كبير كما مازنبي ولا الاهلي ولا الكيبات الكبار نتاع الافريك، كما قال نبيل وكما اي مدرب اون شيرش ريزولتا في الفتره هذه،
تبقى هنا نفتحوا قوس ونقولوا ترجي كما قلنا معنا خذا ديمونسيون اخرى وشيء يشرف الكره التونسيه. اليوم الترجي يحب يقعد حاضر على مستوى الافريقي ديما في الشامبيونز ليغ وديما فينال، يلزموا اكثر ريشاس على مستوى الفردي في النزعه الهجوميه، خاطر وقت اللي يغيب نيانغ ولا يوسف المساكني تحس معناها تولي فيبليس اوفونسيف، تولي تستنى كم بالاريتي ولا حاجه، هو سلاح من الاسلحه ما ينقص لي شانس. لكن حاجه مهمه سامحني لبيب، فما حاجه مهمه الفاصل للشيخ مبارك ثم نعود. اهلا وسهلا بكم من جديد، نواصل في بالمكشوف. شنو الحاجه المهمه؟ المهمه كما توكي قال مراد على البلوك با نتاع الترجي اللي هو جديد، قال اختار معناتها وقت الملابي في التحضير للمقابله تخلي له في باله في ذهنه انه هو سي اختيار، معناتها ماهوش الخصم اللي يفرض عليه ولا معناتها تنشيط نتاع مقابله ولا بلون دو جو في الماتش اللي احنا اخترناه. وقت الملاعبي ما يقلقش، وهذا اللي شفناه في الترجي، انا ما تقلقوش في ماتش مازامبي، ما تقلقوش في ماتش الاهلي، معناتها فما ايزونس، فما قبول للتحضير، فما تحضير يعني معناتها قبول للطريقه هذيك والتعامل مع المقابله هذيك، خاصه انه لما يبلغ الاهداف نتاعو عن طريق التنشيط هذاك. ولكن شفنا انه سرعان في مقابله مازامبي مثلا، لما شفنا خاصه الشوط الاول في مقابله مازامبي شفنا الترجي ضاغط 100% يعني، والكم الهائل نتاع الفرص اللي خلقه، يعني وقت يوصل الفريق للنضج هذايا التكتيكي انه يتعامل سواء بلوك با ولا بلوك او avec des animations différentes حسب المقابله، هذه لو تريو نيفو. سمعنا راي الفنيين، راي الاعلاميين، راي كاعلامي عبد الوهاب في لقاء الترجي والاهلي مباراه الماء مختار يهضر الماء يغيب التيمم، معناها حماو فينا ثلاثه فنيين. بيان سور انا مانيش ندخل في الامور يعني تكتيكيه، ولكن خلينا نعطيك امور انطباعيه يعني بالنسبه على الاقل امور شخصيه، لان الترجي الرياضي التونسي عمل نتيجه ممتازه، لكن الترجي الرياضي التونسي فيرسيون تاع برج العرب ما عجبنيش انا شخصيا، يحتمل في نظري انا خاض أسوأ مباراه تقريبا على الصعيد القاري. فما برشا عوامل دخلت فيها، يظل حتى الحكم اللي كان ممتاز هو صلى ضغط قوي على الترجي الرياضي في العشر دقائق الاولانيين، فينال يعني كبيره في عشر دقائق، ينظر زوز انذارات زوز ملاعبيه كلي، زوز ملاعبيه كلي في الترجي الرياضي التونسي، خلاهم يلعبوا على اعصابهم، عملت بيرتيرباسيون منهم الثانيه لسامح الدربالي، معناها حقه شويه تعامل شويه بسيكولوجي شويه نفسيه نتاع ملاعبيه اثر، سي سو اثر. فما لونجو زاد الرهان كبير اكيد، انا نتصور اللي اثر شويه على ملاعبيه، فما ملاعبيه عندها انذار تخمم في المباراه الثانيه في النهائي، فما لا بتيت فورم، فما ملاعبيه فما يجي ثلاثه ولا اربعه ما كانوش في الفورمه نتاعهم، افول عواضي شمام دربالي ما كانوش يعني، سورتو دربالي اثر فيه الانظار اكثر منها كل شيء، معناها مراد لابسونس تاع مساكني اللي تحب ولا تكره يعني، تعمل برتيرباسيون على الحسابات الكل. ترجي ضايع برشا كور حسيناه فتره ولا يلعب، شكون ايضا عدم تقدير القيمه الحقيقيه للاهلي اللي توقعنا انه مش يكون مستوى برشا اقل، برشا قتلت الاهلي، ونحن قلنا الحمد لله لهنا، قلنا في البلاتو قلنا الاهلي يقعد ديما الاهلي، مش صحيح، والاهلي شد 90 دقيقه ومازال يلعب، قالوا ناس اللي ماهوش يشد فيزيكمون بدني قعد حاضر وقعد يلعب على الاخر، البليسيو نتاع نيونغ وراكد في الاخر بدلت المعطيات. بالنسبه لي انا الاهلي كان خير من الترجي في المباراه هذه، مي سي با توجور لو ميور كي غاني. بالنسبه لي انا معلول حسب رايي انا عمل كاستينغ باهي حلو، توازى الكل تقريبا قبل المباراه هذيك متفقين عليها، اني لي مون بري ولا حكايه بوعزي ولا الالجيريان معناها يوسف البلايلي والبلايلي كاستينغ باهي، اما المردود نتاع لي زاكتور في الواحد كيما يصير في فيلموات نتاع هوليوود، نجم تعمل تاخذ دي زاكتور كبار وكل شيء ما تعملش فيلم باهي، المره هذيا ما عملوش فيلم باهي الترجي الرياضي التونسي، ما عملوش بريستاسيون كبيره ياسر، اما رجعوا بنتيجه باهيه. وانت سيناريست تبارك الله عليك. نحب نعرج نحب نقطه باهيه نتاع نبيل معلول فيها جرأه كبيره، خاطر نبيل معلول حسب لي شوا نتاعو مشى باش يربح، مش مشى باش يقبل اللعب صراحه. حسب قال انا خاصه التغييرات نتاعي مش اللي حبيت عليه، كان اضطراريه وقال ما طبقتش اللي حبيت عليه. صحيح نبيل معلول وقت اللي يعمل، انا معناها مدرب وقت اللي في الدقيقه 80 يدخل مهاجم
معني وقت اللي الناس كل تستنى فيه باش يدخل مدافع ويزيد يعمل الاسمنت المسلح يدخل مهاجم باش يقلل الضغط على الدفاع، يعني فيها مجازفة كبيرة ياسر من نبيل معلول. مالوريزمون مرشا ناس مش موافقة على دخول العياري، علاش مش البلالي هذيك السكرية يقعد عند نبيل معلول هو اللي عنده، علاش دخل هذاك وما دخلش هذاك؟ أكيد تقريبا نكوح له برشا تقريبا عندك ماكش موافق في كلمة واحدة أنه قال الترجي قدم أسوأ مقابلة ليه إفريقيا. لا، المقابلة ما كانتش سيئة، لا قدم مقابلة محترمة الترجي لكن فيها ما نعيبوا عليه. هذه حاجة للترجي حسب رايك انت؟ والله ذاك السنوات الاخيره باعتبار وصوله ثلاث مرات متتاليه للدوره النهائيه. والله الاكيد اني مقابلت مذنبي نتاع الخماسيه اللي تعودها على الترجي ولا اي فريق تونسي، لكن ما تنساش كذلك ثلاثه تغييرات كانت افتراضيه اللي هي بالمعلول، يعني في مقابله هذه مدرب يلقى نفسه ثلاثه تغييرات افتراضية، يعني ما تحكمش هو في التغييرات. صحيح. هذه زاد مشكلة صعيبة. أنا قصدت بيه راهو حكاية الترجي الرياضي التونسي تحب ولا تكره، يلزمنا فما حقيقة نقولوها راهو. ما أحسنش ننقدوا بعضنا وننقدوا الترجي توا وقت اللي لي شونس نتاعو قوية وقت اللي عاد بنتيجة باهية، خير من اللي لا قدر الله في تبدا تخبيه في كذا. الترجي الرياضي التونسي مع الاهلي كان ينجم يخسر اثنين ولا ثلاثه كما كان ينجم يربح راهو. صحيح. جاته فرصه بعد هو التنشيط الهجومي ماشاش كلاعب. معناها ما يلزمناش نخبيو لي لاكون، معناها فما نقائص ظهرت في المباراه هذيا، راهو نحكيو على المباراه هذيا. خاطر عندها حقيقتها وعندها ظروفها المباراه هذيا. الترجي الرياضي التونسي كان محظوظ. كان محظوظ مع بوتريكا في منسبتين، كان محظوظ بوجود حارس ممتاز ممتاز للغايه اللي كان في نهاره واللي هو اللي عمل لا ديفيرونس. أكيد تحدثنا برشا عن مباراة الذهاب إن شاء الله بعد قليل بعد الروبورتاج الخاص بالصور والتعليق، نرجع الحديث عن مباراة العودة اللي باش تكون يوم 17 نوفمبر في 6:30 في ملعب راس إن شاء الله بحضور 60,000 متفرج. أكيد بعد قليل نشاهد التقرير الخاص بالصور والتعليق من وحي هذا الدور النهائي أو مباراة الذهاب الشطر الأول من المنافسة، نشاهد هذا التقرير ثم نعود. كانت هذه الصور من وحي مباراة الدورة النهائي لقاء الذهاب، ما عرفش شكون عنده تعليق على الصور هذه. شهاب تعليق اللي قلت قبيله في الدخلة نتاعي على مسؤوليتنا احنا كمدربين في تصفية الأجواء ولا في معناتها بور كالمي لي زيسبري. يظهر لي أنا تعديت مقابلة من غير مشاكل بالحركة اللي عملها بتاتر نبيل في الترحم على الأرواح الشهداء في البوكي دو فلور اللي تخلى قائد فريق خليل شمام. خليل شمام، يعني الحركات هذه راهو ما يلزمش نستخفوا بها لأن أنا نعتبرها فعلة في التأثير على الأجواء نتاع المقابلة. الحقيقة مع شهاب الحاجه بركه لانه تو فنيا تبارك الله حكيتوا كما يجب على عدد الترجي التونسي فنيا، لكن انا نتصور انه الترجي التونسي اعد اداريا كما يجب النهائي، كما اعد اداريا كما يجب نصف النهائي. عدم ذهاب رئيس فرع الترجي التونسي في نصف نهائي مازمبي مع الكاتب العام كان فكره جيده ومدروسه لتخفيف الشحن وتخفيف عدم كهرباء الاجواء بالضبط. هذا اللي صار في مازمبي، لكن اليوم زاد مع الاهلي المصري الترجي التونسي اختار الصمت. نعرف الاسبوع الحاد اللي كان في التصريحات ونهار الثلاثاء حكينا لهنا على اساس انه ثم فرق بين لا تيوري الى براتيك. اذا كان في لا تيوري محلانا ومبنى وقداش المنسجمين، لا براتيك اثبتت انه الصحافه المصريه والمدرب
المدرب المصري والاطار الفني المصري والاعلامي شن ما بين قوسين نحبش نقولها لكن حرب اعلاميه كبيره على بوشماوي على الكاف على الترجي التونسي على نبيل معلول. هذا كله شنو نحب نقول انه الترجي التونسي اعد كما يجب المباراه هذيا اعد في الذهاب 48 ساعة، أعد في عدم الدخول في التصريحات النارية، أعد نهار المباراة لأنه هذاك راهو الجمهور ال 20,000 متفرج 25,000 متفرج بالإطار الفني والطبي والإداري نتاع الأهلي يضم مدربين، ندخل أنا في شحنة معنوية كبيرة وقت اللي نلقى أنه الخصم نتاعي يترحم على الشهداء نبيل معلول إيماج كبيرة نتاع تونس، خليل شمام نلقى أنه دقيقة صمت، أنا بيدي كلاعب كمسير كجمهور الشحنة نتاعي تخف ونخلي اللعبه مرتاحه ونخلي الكره للكره. هذاك علاش ما لقيناش مشحنات بالرغم سكنوا في نفس النزل تنقلوا من نفس النزل. زاد الاهلي المصري طبق بحذافيره القوانين نتاع الاتحاد الافريقي لكره القدم في الاستضافه وخلاف ذلك وبعد المباراه وذي بشهاده اللاعبين ما كانش حتى انسيدون امني. نتمنى انه نحن نردوا الضيافه لكن ننتصر ان شاء الله. مراد الحركه نتاع السيد حمزه رغم الظروف الممتازه هذه الكل الاجواء الطيبه اللقطه اللي عملها نبيل معلول ايضا خليل شمام هذا واجبنا راه مش معناها هديه من نبيل معلول ولا خليل لكن السيد حمدي ثلاث مرات يعاودها اللقطه هو كما قال الاستاذ معناها على جميع المستويات كانت منظمه كما يلزم لكن الوعي درجات تعرف المدربين كما نبيل معناها الشيء اللي عملوا خارق العاده معناها هي جو معناها نتاع كوره ما فيهوش برشا شحن وكل اداريا كيف كيف يبقى الملاعب انا مش نلقى له العذر 100% خاطر قاعده تصير توا في السنوات الاخيره ذي حتى في الخليج شفت انا في برشا مناسبات حتى في تونس حتى في تونس صار جوستومون في ماتش نسيت في الشامبيونات اما على كل انا نقول للملاعب خاطر المدرب ديما اريض البرا المسؤول كيف كيف لكن الملاعب وقت اللي يبدا التمبيراتور نتاعو طالع خسر واحد بلاش معناها جو كومبرون اللي ماهيش مقصود والدليل, والدليل اللي هو اعتذر وحتى في الصحافه المكتوبه وفي الكل معناها مقبوله معناها ما حقاش اخر هو قال هديه لزميلي الجزار اما ثلاثه مرات يعملها المره الاولى المره الثانيه بعد يلتفت لجماهير الترجي تولي مقصوده وكما حكى شهاب وقال نحن المدربين نحاولوا نهديه نحن نهديه طرف يطلع لنا طرف اخر الكاف محموله على تطبيق القانون لانه ثم الاربيتر ثم الكوميسار دو ماتش ثم لي كورديناتور اللي كانوا موجودين ويمكن استعانه طبيعي جدا طبيعي جدا يمكن استعانه حتى بالصور التلفزيونيه وتقرير مراقب المباراه اللي هو التقرير المثالي لانه ثماش في دو ماتش ثم تقرير وصل في 48 ساعه من الحكم مراقب المباراه اكيد انه الصوره هذه باش تكون موجوده واكيد انه لجنه الانضباط باش تاخذ قرار قبل النهائي ولا بعد النهائي لان باش نشوفوا لجنه الانضباط في الكاف هل انا منضبطه مع غير التونسيين ولا ولا لا اما لبيب زاد ما نحملوش المصار والكل وخيانا والناس الباهيين والملاعبيه الباهيين المصراويين نحملوهم ذنب نتاع ملاعبي معناها حالة شاذة إن شاء الله ما نهولوهاش نحن نقولوا وكما أنا مع الماتر إن شاء الله نحن نعملوا لهم خير ما عملوا هما ونتوجوا إن شاء الله مو الحالة الشاذة يا عبد الوهاب نحن الله غالب في تونس أنا نقولها نحن ننساو الباهي الكل ونشدوا فك الحاجة الخير لا إن شاء الله لا هذيك نحن نقولها بكل صراحة ملاعبي انفلامابل معناها في ساعي في ساعي معناها هذا من جانب اللي نقبلوها ما عادش تصير إن شاء الله إن شاء الله طارق بالنسبة للصورة الأخيرة حقيقة كشفها إطار سامي في وزارة الداخلية مررنا بجانب الكارثة خلال مباراة مازامبي واكتشفنا توزيع تذاكر مزورة لكن ان شاء الله هذايا درس ان شاء الله ما تعاودش الامور هذه قبل مباراه العوده اللي باش يكونوا فيها ان شاء الله 60,000 كما قلنا ان شاء الله باذن الله تعالى. هو الحادثه هذه حادثه عالميه يعني التذاكر المزوره نقاوها في ملاعب العالم الكل حتى في مباراه الذهاب اكتشفت وزاره الداخليه المصريه فما تذاكر مزوره قلنا هي اللي هي حادثه عالميه نقاوها في الملاعب الكل وفي تونس يعني مش في الظروف اللي احنا عايشينها ولا عايشتها مصر لقيناها وباش نلقاوها وباش تقعد موجود لكن الاكتشاف انا السؤال ما بعد الاكتشاف لانه انا ما يهمنيش تشخيص الواقع يهمني كيفاش داويت الواقع كي اكتشفت عرفتش السيركوي عرفتش العباد عرفتش هل انه هو تنظيم اجرامي هل انه تصرف فردي هل انه الناس هذوما باش نقضيو عليهم اللي يهم لبيب نرجع ونقولوا كان جينا نطبقوا في القانون اي ما هو التحقيق المشكلة عنده أجل أنا كرجل قانون نجم ساعة لكن يمكن التسريع راهو ثم ظروف التسريع بالبحث والتحقيق لأنه عنده ديزيفي بوزيتيف على ما بعد المباراة وعلى ما بعد اتخاذ القرار نقول لك كجينا نطبقه في القانون رانا اليوم نلعب بملاعب ما الآن كجينا نطبقه في القانون رأي الجماهير حاضرة كان جات يد القانون صار ما دون تدخلات والتحقيق يختم في أجله وما يكونش دون تدخل زايد أو عمر رانا اليوم ماناش في الحالة الأمنية الهشة اللي قاعدين نعيشوا فيها
الفرق والله نفس السياق. لا لو كان شدينا المشاغبين في مقابله النادي الصفاقس والنادي البنزرتي اللي شاهدناهم وجوههم وتعرفنا عليهم في مقابله النادي الافريقي في عدد مقابلات وعاقبناهم ان شاء الله هذا يصير التحقيق. لكن نقطه هامه جدا حكايه الجماهير يا اخوي، اذا كان الكاف اللي هي الكاف تقول لنا يا اخويا نحب 60,000 متفرج، واحنا اخويا وزاره الداخليه نتاعنا ماذا بينا كان تعمل مجهود وتدز مع الترجي وتدز مع تونس، هذيا يعني يجندوا رواحهم. اخويا 60,000 متفرج جيبوا لنا 60,000 رجل امن ونحميوا المقابله ونعديوا المقابله باش الترجي وتونس تفوز. 60,000 رجل انا نظن المقابلات تاع البطوله المحليه باش تكون مؤشر يا ايجابي يا سلبي للعدد الامتحان معناه نهار السبت 10 نوفمبر امتحان للجمهور. امتي تيست كما قال عبد الله. لكن ان شاء الله يكون اختبار ايجابي وذاك مش يعطي البيتريه تكون كبيره ولا مش كبيره في ماتش ان شاء الله. ننتقلوا من القرارات القديمه، كل ما تقع شغب في الملاعب يعاقبوا الكلوب نورمالمون، تعاقب الاشخاص تعاقب الكلوب، حتى انا اللي نتصور وزاد لا قدر الله كان صارت حاجه في الملاعب باش يعاقبوا الكلوب. شو ذنبه الكلوب؟ موجود هو الاتجاه هذا اللي ماشي فيه مراد، لازم الاشخاص يتعاقبوا مدنيا. هذاك ولات بالهويه، هذا الاتجاه اللي ماشي تو ولات دخول الملاعب بالهويه، خاطر حرام تحرم الكلوب في ناس تفرجت ولا وحاجه اخرى. ماذا بينا ما نعملوش يعني نعاقبوا الناس الكل نفرضوه، صارت حرق في صفاقس، صار احداث شغب في مقابله صفاقس مثلا، يا اخويا تعاقب صفاقس لعب للجمهور يا اخويا، تعاقب ليش باجا بجديد اذا كان باش نحكيو على مباراه العوده للترجي الرياضي التونسي. باش نحكيو على مباراه، خلينا نقعد ساعه في الصور. انت ذكرت نادي الرياضي الصفاقسي واكيد حبان نادي الرياضي الصفاقسي مستائين برشا من تصريح وجدي بوعزي. اكيد وجدي بوعزي بعد المباراه في التصريح نتاعو ممكن راهو فما يكون تاويل، ما هو ديما عندنا الحساسيه، انا مانيش ندافع لا على وجدي بوعزي ولا على النادي الرياضي الصفاقسي، ان شاء الله بعد قليل يكون معنا وجدي بوعزي، انه قال ما مفاده وانه ممكن سيناريو مباراه الاهلي والنادي الصفاقسي في 2006 بعد تعادل 1-1 في القاهره يتعاود في ملعب رادس ويعود الاهلي باللقب. قال احنا ماناش النادي الرياضي الصفاقسي، الترجي ماهوش النادي الرياضي الصفاقسي، اكيد واضح لنا وجدي بوعزي يعني التصريح نتاعو، ما نحبوش هكا ناولوا كما قلنا، راهو توا قاعدين نحيوا فك الشوائب، قاعدين نحبوا نعملوا اللمه ونصفيوا القلوب مع بعضنا، واكيد وجدي بوعزي عنده تفسير اكثر وافضل. وجدي مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا بك خويا لبيب ومرحبا بكل الحضور الكرام معك. وجدي اذا برشا من احباء النادي الرياضي الصفاقسي يلوموا وجدي بوعزي على التصريح نتاعو، كانت توضح لنا الصوره انت احسن. والله العظيم انا بيت اليوم انا دوب ما قمت من نوم الصباح نبيتي جاتني برشا تليفونات بدات تلوم، قعدت حر شوي معناها تاويلات برشا صارت في الموضوع هذا، موضوع كبير معناها كبروه بون وهو ما في حساي. الحكايه انه معناها صحفي مصري كان عمل معايا انترفيو بعد الماتش كان استفز فيا معناها على بالسلفيه يبروفوكي فيا على الاخر، معناها حاب يوصل لي انه الاهلي قوي برشا ولا حاجه. في سؤال معناها السؤال الاخر نتاعو قال لي الاهلي كانت ربحت معناها سي اس اس، حبيت نوصل له انه السيناريو نتاع سي اس اس معناها باش يكون مغاير سيناريو الترجي مش كيما سيناريو سي اس اس، هذاك اش حبيت نوصل له معناها، خاطر سي اس اس وقتها زاد قدمت مقابله كبيره مي الحكم نصور انه حتى كوفي كوجا وقتها كوفي كوجا والمساعد نتاعو مارتين تسلل غير موجود للنادي الرياضي الصفاقسي. فلا خاطر نتذكر بكدا المقابله هذيك سي اس اس معناها فريق تونسي، سي اس اس معناها شرف تونس، اذا كان فما باش يكون تالق معناها سواء من الترجي ولا من سي اس اس هو تالق تونسي معناها. حكايه كبروها معناها من لا شيء. ماذا بيا ندخل مع وجدي لبيب؟ لا وجدي انا سمعت استغربت منك التصريح لاني شفته وشاهدته، انت قلت بالحرف انه الترجي ماهوش الصفاقسي والترجي فريق كبير ماهوش باش يعمل نفس المقابله هذيك، هنا يولي جماهير نادي الصفاقسي تغشت منك برشا، وانت بالاخلاق اللي نعرفوها فوق الميدان نحبوك لاعب ممتاز، وكذلك نحبوك في التصريحات نتاعك تكون متزن باش تكون ملاعب كبير كما نحبوك، ولذا راهو التصريح موجود والتاويل من حق من يتاول هكا لانه تتفهم كان هكا، ولذا انا نتصور انه باخلاقك يلزمك تعتذر لجماهير نادي الصفاقسي. اكيد معناها ما عنديش حتى مزايا معناها مش ما نقولش ما نعتذرش، نعتذر حتى جماهير نادي الصفاقسي اذا كان صار تاويل الموضوع نعتذر معناها اذا كان هما فهموني بالغلط في الحكايه هذه.
نادي الصفاقسي راه فريق كبير، اذا كان قلت معناها الترجي فريق كبير من نقص من قيمه نادي الصفاقسي، معناها نادي الصفاقسي من الفرق اللي شرف تونس. نادي الصفاقسي نصور انه اول فريق معناها تونسي فاز بالكاس العربيه، معناها نعاودها نقولها مره اخرى، اذا كان جمهور نادي الصفاقسي فهم حاجه غلطه هاني فسرت له توا انا شنو نقصد، راني نقصد كان استناء. حبيت نوصل للصحافه. راح الكف على ظله، يعطيك الصحه وجدي. هذا وجدي ابو عزي اللي نعرفه. يعطيك الصحه وجدي، مشكور جدا وجدي ابو عزي، مش غريب على وجدي فعلا. اكيد فسر وزاد اعتذر لاحباء النادي الرياضي الصفاقسي، مثال اللعب المنضبط ان شاء الله هكا بالملاعبيه نتاعنا الكل، حتى كان يغلطوا يطلبوا الاعتذار، رغم اللي هو فسر وجهه النظر نتاعه وقالوا انه يتحدث على سيناريو مباراته. اكيد راهو مباشره بعد المباراه ونعرفوا الاستفزازات بتاع الصحفيين المصريين. يعطيك الصحه، مشكور جدا وجدي، يعطيك الصحه، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك وللدرجه. هو البيداغوجي القوي هو اللي يخرج من التلميذ المعلومه او شنو يحب، وهذا اللي قام به ندر. تعامل مع الصحافه ان شاء الله في الاحتراف نتاعنا هذا فاكتور. معليش هذا في الاحتراف ماهوش موجود في تونس، راهو ثقافه التصاريح انديبوندامون من وجدي، نحكي مجملا مدرب مسؤول لاعب، ثقافه التصاريح الصحفيه مكتوبه اذاعه او مرئيه ما عندناش وما نقريوش. اليوم في تونس كان تجي واحد تقول له راه باش تقريهم كيفاش انه يتعلموا يحكيوا، نحن نتعلموا ان نحكيوا مع الصحافه، تيقول لك شنو الموضوع اللي تحكي فيه. موجود دروس خاصه للاعبين من البريفورماسيون والفورماسيون من الاعمار الاصناف الصغرى، عندهم دي تام اللي هو الكوميونيكاسيون. درس نحن صغير، سامحونا للمدربين وللملاعبيه، كانكم متغشين بعد المقابلات اعتذروا عن التصريحات ما غير ما معني بالحاح باصرار، قول له سامحني خويا راني ما نجمش نصرح وهكاك. لا سيصرح قول لي نحن كيفاش نخدموا، مش مشكله. فما شكون راهو اللي يبدا متغشش وكذا ويوزن كلامه ويعرف يتكلم، اللي يعرف روحه ما ينجمش يسيطر على كلامه يعتذر. نجموا نخدموا سي صالح، نجموا نروضوهم حتى اللي متغشين شويه. معناها تبعناهم لسنوات طويله، ما يحكي كان ما يعمل درجين وزوج سواقر، يعمل بوز نتاعو هذا بين يعمل درجين وسواقر. لا مش باين للصحافه التصريح، مش كي يستعمل راهو. لا انا نحكي على كيفاش التصريح يكون سليم، يعني الجمله تكون سليمه. هذا هو راهو، ما نحكيلكش على حاله الانفعال والغضب هذيك حاله اخرى، لكن نحكي لك على التصريح السليم اللي يوصل معلومه بجمله واضحه للمستمع تكون واضحه في الثقافه. نحكي لك انه الثقافه التي تصنع اللاعب، لانه اللاعب راهو مثال اجتماعي، ما عادش لاعب كره قدم فقط. ما دام دخلنا عالم الاحتراف، هذه داخله في عالم الاحتراف. مراد، غياب اريسان فول وسامح الدربالي وممكن يوسف المساكني، لانه يوسف المساكني زعما 10 ايام راحه تامه ومن بعد ترجع، هذه امور تعرفها انت اكثر من عن مباراه العوده. بالمناسبه زاد نتمنى الشفاء ليوسف اللي عمل البيت اوبيراسيون هذه الجمعه اللي فاتت. بون علميا انه تاخذ 3 سمان سي سور مش باش يكون موجود، نتمناه وكان الطب متقدم برشا كان اي ما يكونش حتى كان شي يحضر هو برا لاباس كل ما يكونش في الفورما. لا لا بالنسبه لفول وسامح الدربالي سي ان هانديكاب، زوز معناها يلعبوا في الكوتي دروات في الجهه اليمين، لكن ترجي كي يوصل للحجم هذا وللموقع هذا معناها ديما فما الحلول، فما امونافي فما مش انا مش نعطي الحلول، فما بن عمر شفناه في مناسبات معناها حلول بديله، فما بوتيتر بوعزي نجم فما الملهي معناها بحاول الله يلقاو الحلول. لكن على مستوى الملهي معناتها ما نجمش نمسوا فريق اللاعب في منطقه مهمه برشا واللي هو ماشي ولا روبير المولي سيتي روبير، معناتها وقت باش تمس المولي باش تمس دو زون، باش تمس الزون اللي على اليمين اللي مش يخليها دربالي، باش تمس زاد كذلك البلاصه اللي مش يخليها المولي. لكن بالنسبه لمركز خالد المولي عنده اللاعبيه بديله برشا، عنده حريه الاختيار. بالنسبه لي انا المولي ولا روبير في المنطقه هذيك ولا روبير ولا نبيلي كي يختار وسط الميدان يحط المولي ولا شكون يركب عليه، وهذا امبورتون. بقى شنو يحب نبيل في الجهه هذيك؟ اسكو يحب لاعب دفاعي 100%؟ يحب لاعب عنده صبغه؟ لا في التصريح قال نحب عندي يلزمني نختار ملاعب عنده الصبغه الهجوميه، لانه يعني عاود برشا على الجهه اليمين الجهه اليسار على الاطراف. نقولوا مثلا المواصفات نتاع بوعزي خاصه المستوى الذهني، وقت تشوف انسان على المستوى الذهني كيما عمل التصريح راه اثناء من التصريح تقدر تعرف الملاعب ذهنيا شنو هو، وزيد المردود نتاعو اللي كنا نشوف فيه لاعب الرواق. نعاود نقول لاعب الرواق
ما يبعدش برشا على الظهير اليمين، لاعب رواق الهجومي اللي هو كيما بوعزي، ما يبعدش برشا على اللاعب الظهير، خاصة أنه بوعزي كان ذكروا عملاه واستعملوا نبيل معلول كلاعب وسط دفاعي ثاني. صحيح. يعني عنده قابلية تكتيكية ذهنية في الأصل لاعب ارتكاز، لاعب ارتكاز حتى في القصر بالضبط. يعني وقت تقول لاعب ارتكاز ومر اللاعب رواق على اليمين، يعني عنده ثقافة تكتيكية باش يتأقلم مع بتيتر بيا يكون هو اللاتيرال على درواته. ترجي التركيبة معناها الافكتيف اللي عنده الكل فيه المميزات نتاعه، أنه فيه لاعبين ارتكاز على مستوى عالي عندهم معناها المواصفات البدنيه والفنيه والخبره وكل يوم الملهي راجد مجد الدراوي العوادي شاكر الزواغي سكي في الشواء نتاع الترجي في برشا مناسبات يلعبوا افول على اليمين وافول دفاعيا هجوميا اقوى من الحاله دي. لكن مادام فما النوعيه هذه نتاع لاعبين الارتكاز ديما فما الاسبرين نتاع التغطيه نتاع مراد. لكن ما تنساوش الاشكال انه لو يوقع الاختيار على البوعزي شو يصبح اللاعب الرواق المنطقي شهاب صحيح. إيه لو 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 نقول لو يوقع الاختيار على بوعزي يرجع معوض راه باش تصير مشكله على المستوى الرواق. لا مش مشكله لانه فما البلايلي انا حسب رايي نتوقع انه المقابله هذه القوه نتاعها مش تكون في التحضير الذهني اكيد، لانه ذهنيا لازم الترجي ينسى مقابله الذهاب ونتيجة واحد واحد فخ يعرف انه المقابله وكانه النهائي مش تلعب على مقابله واحده. ينزل الترجي بالطريقه نتاعو يفرض اللون والسيطره نتاعو واللعب الهجومي والضغط العالي على حامل الكره ويحاول يسجل، لازم يعرف انه لازم ينتصر باش يهز الكاس. وقتاش نجم يتذكر مقابله الذهاب؟ يمكن وقت 10 15 دقيقه وقت وقعت النتيجه متعادله، وقت يخمم انه يمكن يستحفظ على النتيجه ويتذكر مقابله الذهاب. بالنسبه لي وقت اليمين نتصور بنسبه 80% حسب رايي خالد المولي اقرب، لانه حتى لبيب قال لاعبي الارتكاز موجودين على مستوى عالي في الترجي قادر ان يعوض. وبالنسبه لي انا ما زلت نعاود ونقول انتظروا لاعب كبير، لاعب موهوب في الترجي اسمه البليلي، نتصور بخروج المساكني اللاعب هذا بلغه الكره ماشي ترشق لانه امكانيات فنيه رهيبه، وانتظروا البليلي على الرواق اليمين او اليسار في مع عوده ايهاب المساكني. انا نحب نسال مراد وشهاب بالمناسبه ما ينجمش نبيل معلول يعمل مفاجاه مثلا يلعب ثلاثه في الاكس 3-5-2 مثلا 5-3-2 3-5-2؟ جرب نبيل معلول جرب في مقابله الملعب التونسي وسرعان ما تخلى عليها لانه صارت ماك تعرف لا تشوف انت في الديسبوزيتيف يتبدل مش تبدل معه انيماسيون، ما انت مش تبدل معه الترجيح. ولهنا هذوما كانت عنده دي روبير الاولاد، دي ميكانيزم وكل يتكسروا في مقابله واحده، لذلك يمكن يكون ضغط ثاني احنا في غنى عنه، لانه ماك تعرف تغيير الديسبوزيتيف باش يكون ضغط على الملاعب، اسكو باش يتاقلم مش يتاقلم باش ينجح ما ينجحش. الو احنا حاجتنا هنا كما قال قبيله النادر، احنا في حاجتنا التحضير الذهني، الو التحضير الذهني لازم نلعبوا الامكانيات نتاعنا، هذا مهم برشا. فما مجريات تاع المقابله التصرف فيها في بداية المقابلة، في نهاية الشوط، في نهاية المقابلة، إذا احنا قراب للوبجيكتيف نتاعنا اسكو نحافظوا على النتيجة نتاع 0-0 ولا. لكن كما قال نادر قبيلة أكيد يلزمنا نلعبوا، والكلام هذا ساهل باش نقول نلعبوا وننساو مقابلة الذهاب، لكن كيلكو بار في الوعي لأنه مباراة الذهاب مش مقياس سامحني شهاب، لأنه حتى التاريخ أنا عندي برشا ربما تواريخ وأرقام. 2006 مع النادي رادي الساقسي 1-1 ومن بعد 1 بلاش لهنا، أيضا 2007 النجم تعادل في سوسة ومشي ربح في القاهرة، أيضا سنة 2001 الترجي عمل السر لهنا 1-1 وخرج وقتها من المسابقة، عام 90 0-0 ومن بعد 0-0 وضربات جزاء. يعني نتيجه مباراه الذهاب ماهيش راهي ديما تخليك متهني متمان قبل مباراه العوده. بالرغم انه كل مقابله عندها أنا حقيقتها، انا بعض الاحيان ونقرا برشا الاستاتستيك، لكن ما نتعملش عليهم برشا لانهم يمكن ياسر ما يتعاودوش. لهنا نعاود نقول مفتاح مقابله العوده انه لازم نحرموا النادي الاهلي من لعب الكره، من امتلاك الكره، لانه الاهلي لما يمتلك الكره يكون مخطر برشا. وهنا ترجي وهذه قوه ترجي خاصه في مقابله مازامبي ظهرت هنا، ان هي عملت الضغط العالي وحرمت مازامبي من امتلاك الكره، ومن بعد الهدف اصبحت هي تتصرف في المقابله.
حتى كي عمد مع مازنبي بلوك با شويه معناتها ولات المازنبي تطوف الكور وسهل ولا اخرج احسن لاعب اللي يجري يعني على ذكر على يعني ذكر هنا الأهل. حبيت نقول لك كلمه برك انه لابد انه الترجي يبصم على المقابله حتى هو يتصرف فيها كما يحب هو لكن عن طريق حرمان الاهلي من امتلاك الكره. مراد تحدثنا على الترجي لكن الاهلي كيفاش تتصور حسام البدري باش يلعب مباراه العوده؟ نذكر الاهلي غدوه يرجع للتمارين باش يلعب مباراه وديه نهار السبت مازال ما حددش اسم المنافس مباراه وديه اكيد يوم السبت. كيف تتصور حسام البدري باش يلعب مباراه العوده؟ كيما لعبوا معناها كيما لعبوا المقابله نتاعهم معناها هما مطالبين باش يصنعوا اللعب باش يلعبوا عالي باش يحاولوا هذا بون يلزمهم يسجلوا بصراحه التركيبه نتاع النادي الاهلي كسوا ليكيب اللي اختارها تيب والا اللي بلاصون على مستوى الفردي عندهم برشا حلول معناها المستوى المهاجمين فما جدو فما اسمه متعب سيد فما بوتريكا فما سيد حمدي فما بركات ليلة يروز نتاعهم الاظهر نتاعهم معناها عندهم نزعه هجوميه الملاعبين وسط الميدان الارتكاز عندهم التسديد بصراحه عندهم برشا فارياسيون معناها نتاع لاعب عندهم برشا معناها حلول هجوميه اللي ما لقاوهاش وما ما 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 لقاوش النجاعة في اللي ترجي كان منظم برشا دفاعيا ومعناها العكس عنده هجوم دفاع متواضع شويه بنسبة 90% معناها نجح في المهمه نتاعو العكس عنده دفاع متواضع شويه الاهلي برشا انتقادات لمردود الدفاع هنا يلزم المعادله تصير يلزم ماتش ترجي في مقابله العوده يحافظ على التنظيم الدفاعي ذاك الجيد اللي شفناه في مع مازنبي مع النادي الاهلي لكن لازم يقع تحسين على مستوى الـ الاسلحه الهجوميه اللي ما يفو با معناها باش نقعد نستناو ديما كان بلاريتي حل من الحلول البارح الهجري توافق نجم توافقش مره اخرى الحل نتاع الكره الثابته اوكي هذاك مكسب وثوابت موجوده في الترجي بحاجه باهيه يلزم زاده في الكره المتحركه يلزم على جناب يلزم التسديد يلزم التصرف الفردي نتاع الملاعبيه باش يقع التوازن والترجي تقعد محافظه على وجودها معناها على مستوى النتيجه ما تقبلش وتنجم تسجل في لحظه هنا تنجم تضمن معناها ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله ظهر لي انا الاهلي باش تبدل لا باش يبدل ما ينفذ شوا على خاطر هو في ظهر لي في 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 مصر عمل غلطين ولا ثلاثه راهو ابو تريكا يعني تحب اكور دو كومبيتيسيون معناها مازال كي رجع راهو ما عندوش حتى حكايه كيلكو جور كان ينجم يخليه على الواحد خاف من الترجي برشا هو اكيد حب يعبي الوسط وكذا راس حربة واحد لعبه تقريبا الوقت اللي كان مطالب هو باش يجازف اكثر من نبيل معلول دونك انا نصور في تونس باش يلعب بزوز مهاجمين صريحين ومتعب باز باش يكون موجود وانا خايف برشا بصراحه من ماتش الرتور باش يكون صعيب برشا 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 خاطر الاهلي اثبت انه رجع الريتم تاع المباريات وجاهز بالقداء وكما قال مراد عنده حلول راهو عنده امكانيات فرديه كبيره برشا وعنده ناس عندهم الخبره انا نصور اللي يلزمنا نستغلوا خاصة الصعود نتاعهم واللاكس نتاعهم ما ركزناش على اللاكس نتاعهم المرة هذية تعبوه برشا نيونغ في قعد يلعب لاتيرال برشا خدم خدمة أكثر من طاقته نيونغ تعب برشا إن شاء الله في الروتور نركزوا لهم على خاطر لي دوير لازمنا نكسبوهم هنا في تونس ونركزوا لهم على اللاكس نتاعهم على الجمعة خاصة وإن شاء الله الترجي الرياضي التونسي يحالفوا الحظ هي المعناتها كما قال تو عبلو بخبره وكما قال مراد خبره والريشاس نتاع المجموعه نتاع الاهلي وقتاش تظهر الخبره؟ تظهر في التعامل مع المقابله. احنا تو نتوقع انه الاهلي باش يخرج باش يخلي مساحات انا ما نظنش. انا نظن انه الكونتكست باش يكون بالوقت بالوقت بالضبط معناتها باش يقعد حي المدرب او المجموعه ككل نتاع النادي الاهلي باش تكون حيه في المقابله ان اذا ما تعطيش مساحات للترجي وهنا الكونتكست باش يكون مختلف قلت انت الدفاع نتاعو ضعيف الدفاع نتاعو ضعيف بتاتك يخلي 40 متر في ظهره لكن يصبح الدفاع هذا نقطه قوه كما المنتخب المصري لما يلعب طايح هز كوب دافريك لما يلعب دفاع المنطقة في الشطر الملعب هذا سؤال لبيب مهم جدا قال ثغرات دفاعية لبيب هذا مفهوم لأنه يلعب بأحمد فتحي اللي هو يعني مهاجم أكثر منه شريف عبد الفضيل اللي هو مهاجم أكثر منه نتصور يمكن تجي مفاجأة من حسين البدري ويلعب ثلاثة في المحور في مقابلة الإياب
يعني لانه عرف انه عنده ثغرات. حاجه اخرى الاهلي كما قال الشيخ سعيد معوض مازال في الشك باش يحضر ولا لانه كان يمشي لالمانيا يتابع العلاج، قرروا انه قال ان العلاج اللي مسطر لي في القاره قاعد نطبق فيه مش نبقى في القاره، وان شاء الله قال نخلط لمباراه العوده، حتى كان ما نخلطش لمباراه العوده قال عندي تبارك الله زملاء وغزروا ملاعبي وحتى تاثيره النفسي على المجموعه، قال عندي نعرف عندنا رجال ينجموا يعوضوني وينجموا يقدموا مردود خير مني. هذا سيد معوض. خبره اللاعبين تظهر في التعامل مع مجريات المقابله، هذوما يعرفوا انهم متعادلين واحد واحد ويلزم يمركوا في تونس، لكن باش يسجل في تونس مش في خمس دقائق الاولى ولا اربع ساعات، بالعكس هو مش يهبط بطريقه حذره باش يعدي 15 20 دقيقه، لانه اذا كان يقبل بونتو في بدايه المقابله واحد بلاش يولي يسجل هدفين في تونس حاجه صعيبه، باش يحاول يهز المقابله اكثر ما يمكن، ينهي الشوط الاول بالتعادل، لانه في الشوط الثاني الترجي باش يعرف الترجي باش يتذكر مقابله الذهاب ويولي يحب يستحفظ على نتيجه 0-0، وقتها الاهلي مش يولي يجازف ويلعب الهجوم يحاول انه يسجل. وقت باش ياخذ الكلمه ونمشي للامور التنظيميه الخاصه بمباراه العوده، ان شاء الله الترجي يحقق المطلوب والمنشود ويحافظ على التاج الافريقي يوم 17 نوفمبر الجاري. الامور التنظيميه اكيد المراسله نتاع الكاف، وشنو ربما التاثير نتاع المراسله هذه على مباراه العوده على استضافه تونس لهذا اللقاء طارق؟ من الوجهه القانونيه، من الوجهه القانونيه هي ساعه مراسله شكلا فيها تدرج في الحديث، اربع فقرات، كل فقره قدامنا تحيلك للفقره اللاحقه. الفقره الاولانيه المراسله الصادره على الكاتب العام للاتحاد الافريقي لكره القدم للاتحاد للكاتب العام للجامعه التونسيه، الفقره الاولانيه لبيب يبدا له يقول له راهو لازم تراسلني باش تعطيني البلان الامني اللي باش تخدم به نهار 17 نوفمبر في نهائي شامبيونز ليغ، ثم من بعد يقول له راهو بالنسبه لي انا الكره هي اللي تشرف وتمثل البلدان وهي اللي تعطي صوره ناصحه للبلدان، شوف التدرج اللي ماشي فيه، ويقول له راهو انا ماذا بيا انه ما تحدوش عدد الجماهير، يستعمل عباره ماذا بيا يعني بالمعنى مش الالزامي وانما بصبغه المراوحه اذا كان بالامكان. ثم الفقره الثالثه اللي انا اعتبرها فقره قانونيه خطيره، يلزم يدخل في طابع الالزام ويقول له بعدك الطابع الاستحباب، لا راهو بالنسبه لي انا ككاف اؤكد على الضروره الى اسونسييل كو سيت فينال سو ديغول دون ان ستاد دو رادس بلان. Par conséquent, nous nous serons accepté une limitation de spectateurs pour cette rencontre, contrairement aux précédentes rencontres. بالتالي لهنا الكاف يحذر انه يرغب في النهائي هذا، لانه النهائي عنده ضوابط قانونيه، كي نرجعوا للريجلمون تاع الكاف، المباراه النهائي عندها ضوابط قانونيه اخرى بخلاف المباريات الاخرى، كو سوا في الاستضافه نتاع الهيكل التنفيذي، كو سوا في استضافه الهيكل الاداري، كو سوا بالنسبه للزاربيتر، الكوميسير، الكورديناتور، الكورديناتور الامنيين، التنظيم المباراه، عنده فلسفه نظاميه قانونيه اخرى. شو نقول انا لهنا؟ نقول انه نحن مازلنا بعاد برشا على نهار 17. حتى للظرف الامني للبلاد التونسيه ما نعرفوش غدوه شنو هو الحاله الامنيه، تنجم ترتفع، نجم نكون في حاله حسنه، نجم نكون في حاله ما احسن، يعني انه اليوم نجي ونقول راهو نجم انا نقول لك راهو نهار 17 عباره غدوه طارق، لا هاو فاش ماشي لك، لانه كان باش نقول نهار 17 مازال بعيد وعندنا سوابق تبارك الله، لا هاوش حبيت نقول لك انا على الاقل باش نلقاو حل يكفل انه نهائي، لانه تونس تلعب بالنسبه لي انا الترجي الافريقي الفاقسي النجم مهما كان الاسامي الكبار اللي تلعب في الفينال نتاع الشامبيونز ليغ ولا الفينال القاريين هذوما راهي تونس راهو دربوا البلاد راهو باش نحطوا شعار البلاد خاصه انه عندنا تجربه ناجحه الدور النهائي الفرد ضد الوداد. هاني جايك انت اليوم كي تجي تقول لي راهو انا باش نعمل ليميتاسيون، الليميتاسيون هذايا تقول لي انا ظرف سيادي، نقول لك انا ثم ظرف سيادي حكومي سياسي وثم ظرف سيادي رياضي اللي هو الكاف. الكاف شنو تنجم تعمل؟ إذا كان أنا ما نقبلش إني باش نمشي وفق ضوابط الكاف، الكاف تنجم تسحب لي الفينال وتهزوا لبلاد أخرى وتقول لك بالنسبة هذا بالقانون نتاع الكونفدراسيون خاصة فما قنوات تلفزية وهي عندها عائدات مالية للكاف تلوج ديما على الأمور المادية ماذا بها نسحبوا من العرس هذايا ونحطوا في أي بلاصة أخرى، لأنه بترتيب العمل الجاري بها بالنسبة للريجلمونتاسيون دو كاف يكون في أكبر ملعب للبلاد هذيك بحضور كامل للجماهير الا في استثناءات كما نقولوا الفينال. علاش؟ انه الكاف قبلت انه باش يخرج من العاصمه ويلعب في اقرب ملعب يكون في طاقه استيعاب. انا اليوم نقول انه نطمحوا الكل انه المؤشرات الامنيه ان شاء الله تكون
على درجة عالية. اليوم نقول أنه 60,000 هي بروفة لتأكيد أنه البلاد التونسية قادرة على استدامة الأمن. كان لازم تتجند السلطات الكل باش تنجح المباراة هذه. مباراة بالتعاون معنا ب60,000. شفنا التنظيم الأمني الكبير في مصر في برج العرب يعني قبل بثلاث أيام من المباراة، يعني قراءوا كل كبيرة وصغيرة. أكيد نعرفوا نحن تبركل عليهم رجال الأمن تاعنا وزارة الداخلية، عنا من الرجال من الناس الأكفاء اللي نجموا ينجحوا مش مباراة ب60,000 ب130,000 وأكثر لو تكون موجودة الإرادة، وأكيد وأن الإرادة موجودة بإذن الله، وأيضا الجمهور بتاعنا يكون واعي ومنضبط. هي أنا معاك، المسؤولية مش مسؤولية وزارة الداخلية فقط، الأطراف الكل، هي مسؤولية كافة الأطراف. أول حاجة ساعة في المسؤولية القصة الأولانية بتاع الدخلة وقت شكل ماذا بين المساج تكون مساج به الأعوان الداخلية وسيد وزير الداخلية. علاش قلت الأعوان ما ندخلوش توا في هالحرب، لازم تعطيه ولا لازم كذا ومش مزية صحيح. هي تواصل بين تونس، أحباء كرة قدم في تونس عامة، أحباء الترجي التونسي خاصة، ووزارة الداخلية. أنا نقول علاش ما نطبقوش حتى إذا كان نشوف 60,000 يا خويا نطبقوا التراتيب الجاري بها العمل، أنه 20 سنة مع بطاقة تعريف تحدد وقت الدخول للميدان للملعب أنه يكون قبل ساعة ولا ساعتين، رفع شوية في الأسعار تاع التذاكر، تحل البيبان نتاعك من 10 صباحا وتسكرها من قبل ساعتين، تعمل دي باساج للناس اللي باش يدخلوا الاستاد بركة، تحط قوات أمنية مختصة وحدات أمنية مختصة، تعمل تطلب من الترجي التونسي أنه يوفر لك دي ستادي وإلا لجان حماية خاصة في أعداد معينة للتريبيون دونور وخلال أكيد. ذلك وبالتالي في هالتوافق الجمعيات التونس الأخرين إذا كان ينجموا يعاونوا بالاستادي ولا في أمور تنظيمية ما فيها بأس، طبعا نحكيوا على علاقات بين الأندية ومؤازرة الأندية التونسية للترجي. وطارق تقعد مراسلة يعني هذه باش يكون كوميونيكاسيون ما بيناتهم، يعني تنجم غدوة تبدل المعطيات، يعني هي كيما لوفر دوموند، يعني ينجموا يوصلوا لاتفاق تقعد 60,000-50,000 حسب الظروف في تونس وحسب يعني حسب الظروف. توا نمشيو الفاصل، نمشيو الفاصل الإشهاري ثم نعود 60. اهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ما نرجع للحديث عن مراسله الكاف مش نختموا حديثنا عن مباراه الترجي والاهلي المصري، نمشي لشاكر وردود الافعال الى حد الان. شاكر مرحبا بكم مجددا. مرحبا لبيب مجددا. فما ردود افعال كثيره في الحقيقه قديمة على موضوع الترجي. ماهر من زغوان يقول انا اقنعني برشا تحليل الصحفي عبد الوهاب برحومه اكثر الحقيقه من تحليل المدربين الحاضرين، والدليل انه الترجي قعد 53 دقيقه كامله دون ما يمشي للهجوم نتاع النادي الاهلي. ويقول عبد الوهاب في كلمتين لخص 90 دقيقه في المقابله. فما محب اخر يقول كما الترجي لعب ضد الاهلي ما غير ايهاب ويوسف ينجم يلعب ويربح وما غير افول والدليل. بالي ونحبوا نهزوا الكاس هذايا نقولوها كل للكل ملاعبين نحبوا نهزوها بعد انتصار ما لازمناش نرتفيو بالتعادل باش هكاك نسكتوا ناس الكل. فما شكون يقول انا ما نخافش على الترجي مع معلول لانه مدرب قوي برشا في تحضير فريقه وملاعبيته نفسيا، وقوي برشا في دراسه المنافس وذوما نقاط قوته. فما شكون يعتبر انه اللقطه اللي صارت في المقابله نتاع سيد حمدي لازم يتعاقب عليها ولازم اداره الترجي تضغط على الكاف من اجل حمايه حقوق، على خاطر قلت لو كان جاء اي ملاعبي تونس باستثناء يكون معتمد الترجي ولا غيره من الفرق راهو ما يتسامحش. مشاهد اخر يقول الترجي يلزم يهاجم منذ البدايه وما تنساوش الكل الحارس اكرامي اتمس نفسيا بعد الهدف نتاع اليشري ولازم استغلال النقطه هذيا. فما سؤال لطارق العلامي يقول هل يمكن اعتبار الموافقه على عوده الجماهير للملاعب في البطوله الوطنيه بمثابه الاختبار والبروفا للقاء النهائي ومحرار باش يقيسوا به العدد نتاع الحبايب اللي باش يمكنوهم؟ لبيب السؤال نتاع الحصه نتاعنا اللي كنا طرحناه في البدايه 58% الى حد الان يعتبروا ان الترجي قريب من التتويج بنسبه 80% باللقب هذا، والبقيه بالطبيعه يقولوا ان الترجي قريب بنسبه 60% كما طرحنا السؤال في بدايه الحصه. يعطيك الصحة شاكر. قلت باش نخدم حديثنا عن مباراة الترجي والأهلي بالمراسلة نتاع الكاف. مراد ايش رأيك في المراسلة هذه وتراو أنه نجموا نلعبوا بأكبر عدد ممكن أنا نقول من الجماهير إن شاء الله في مباراة العودة في رادس نهار 17؟ إن شاء الله الكلنا كمواطنين توانسة كمشاهدين رياضيين كرياضيين كمدربين كالكل يظهر لي تحرمنا ما فيه الكفاية معناها من غياب الجمهور. يلزم الناس كل تكون واعية، الأطراف الكل تكون مسؤولة باش كخطوة أولى ساعة نجحوا البطولة نتاعنا، وأون باراليل زاد نتمناو للترجي
يحضروا 6000 متفرج ان شاء الله. كمدرب اكيد دوره كبير الجمهور، مش كما تلعب مع 60 وراك 1000 كما تلعب مع بيان سور 20000. الكوره بلا جمهور ما عندهاش قيمه كبيره، لكن في نفس الوقت نذكروا وننبهوا ما عادش نحبوا نشوفوا مشاهد كما من المقابله الاخرى نتاع ترجي، جروبات في بعضهم خاصه المجموعات يعطيك الصحه، معناها جروبات في بعضهم يعملوا في شغب واحد يمسوا في جمعيتهم، معناها وينو حب الجمعيه، وينو الوفاء للجمعيه نتاعك. شفتوا توا اليوم في العالم كامل، معناها شفنا في العالم ناس تخسر 4 بلاش و5 بلاش ويصفقوا الجمهور، يذول كيما نتفرجوا في برشلونه وغيره في الفرق الاوروبيه، نشوفوا زاد الكومبورتمون نتاع الببليك نتاع الناس نتاع العالم المتقدم. لازم قرارات صارمه، وكيما عمل الاهلي اللي يعمل اقل حاجه 5 سنين حبس، نحن اللي اقل حاجه 10 سنين حبس. صدقوني واحد ما عادش يخمم حتى باش مش ينزل للميدان، ما عادش يخمم حتى باش يهز فوشيكا. شوف يجي يتفرج شوف له، شوف يمشي يتفرج شوف له. اتمنى انه نوفروا كل عوامل النجاح لضمان لقب الترجي الرياضي التونسي. من عوامل النجاح هو الجمهور، لكن جمهور يكون ايجابي. الكاف المراسله نتاعها نحترموها هذا اكيد، لكن وهذا نتمناه كذلك انه نعملوا اكثر ما يمكن من طاقه استيعاب نستغلوها نتاع رادس، لكن اهل مكه ادرى بشعابها، يعني احنا ادرى بامورنا من الكاف، يعني لابد انه نحترموا زاد النقطه هذه انه داخليا احنا ادرى بالاوضاع الوضع نتاعنا. لذلك نتمنى انا كما قال قبيله مراد انه الناس الكل تحمل مسؤوليتها على مستوى توفير اكبر طاقه استيعاب ملعب رادس، لكن بناحيه ايجابيه مش بالسلب كما شفنا في مقابلات اخرى. عبد الوهاب، الاعلام عنده دور كبير في مثل هذه الامور. خلي شويه المشاهد الكريم ورطني ساعه. يشكر فيك. معنا نفهم ان معنا مراد وشهاب يجاملوا في الترجي. لا ريت ريت علاش قلت لك قبيله كي نحكيو نحن بعد ما خذينا الكواليس، قلت لك الانتباع ديما التونسي يترسخ في باله الانتباع اكثر منه التكتيك. معاذ الله كان في حضور زوز ملاعبيه كبار معناها كارير وزوز مدربين باش نحلل انا خير منهم، يعني قلت لهم نتجاملوا شويه انتم. لا مش يجاملوا، لا الانتباع هو ديما يمشي على الانتباع. ربي يفضلوا على كل حال، كان كيك عاد غدوه نقدم الشاهد نتاعي. لا ثم حتى احنا برسك قلنا نفس الحديث، لكن هو كان ناشف شويه ساك، معناها لخصها في قال الترجي مش كالعاده مش هذيك الطريقه. عمل سيناريو باهي ومحكي على الكاستينج وحكي عمل سيناريو الفني وحضر في الترجي للمقابله. كيما نكتب ارتيكل فهمت، كيما الارتيكل وكيما هما يحلوا سي صا العباد هذيك اش تحب فهمت. ينجحهم في المقابله احسن من هذيك. مراد وخويا شهاب معناها حكاوا امور فصلوها، قال لي كيما الرومان فصلوها، انا اعطيت الانتباع العام. اعطينا الانتباع العام على حضور الجماهير وان شاء الله اكبر عدد ممكن يكون موجود في عدد في ملعب. نتصور حسب الظروف وكذا وكذا ما يكونوش 60000، صعيب شويه بصراحه 60000. فما زاد امور اجراءات امنيه وكذا، يلزموا نعذروا رجال الامن والناس نتاع التنظيم، مش ساهله راهو باش تحط اليوم 60000 وتتحكم فيهم كما يلزم. انا نقول 60000 ولا 40000 ولا 30000 ولا 20000، اليوم الكوره عند جمهور ترجي بصراحه يزينا من اللي ريناه وعلقنا عليه المره الاخرى، ان شاء الله ما تعودش المظاهر هذيك، ان شاء الله اليوم يحضرون الفينال يدزوا فريقهم الى اخر لحظه ويشجعوا المنافس، يحترموا المنافس خاصه ويحترموا الضيوف نتاعنا ونعملوهم كما عملونا غاديكا ويدزوا مع فريقهم بكل قواهم، وان شاء الله يكون في المستوى الترجي يكون حاضر واللي يربح صح عليه ان شاء الله. كيما الجمهور اكيد ما عندكش دخل. لا حبيت نتوجه بالكاميرا هذه جل الامن خاطر انا ديما وانا وياهم ديما الكاميرا قدامك. حبيت نتوجه نقول لهم عندنا الثقه فيكم باش تامنون المقابله هذه، امتحان بالنسبه لكم وثقتنا كبيره فيكم، وكذلك جماهير الترجي عودتنا ان دائما تكون في مستوى الحدث، وعندنا ثقه فيكم كبيره لانه انتصار الترجي والفوز بالكاس هذه عندكم فيه ضرع ما لا يقل عن 80%. نادر بالله سامحني لبيب، لانه حبيت نختم، انا حبيت انه الميساج هذا يكون قبل العام مش منك انت، الميساج ثقه لرجل الامن لرجل القضاء يكون في تونس مش ظرفي، ماهوش حيل، ماهوش مربوط بشامبيونز ليغ ولا مربوط بمسرح ولا مربوط بسينما ولا مربوط بتظاهره شعبيه. مسرح معناها مسرح صحيح، نحكي حكايه تلك ليه. شوف راهو نحن وقت اللي يحب رجل الامن يتدخل وفق ضوابط القانون، مش ما نقولوش من بعد وفق ضوابط القانون، نقفوا الناس كل ونقولوا لا نحن في ثوره
مازال هذا ينخرجوا من الحبس، هذا ينخرجوا من مركز الامن، هذا يسرق نخليوه. اليوم كي نشوف التظاهرات الكبيره اللي باش تنور البلاد وتشرف البلاد، نقف ونقولوا راه ثيق تي فيك. ليه؟ علاش ما قلناهاش على التالي؟ ثيق تي فيك يا امني، ثيق تي فيك يا رجل القضاء، ثيق تي فيك يا لاعب، ثيق تي فيك يا مسير. نحب نقول انه اذا كان نشوف خطوط عمليه، المطلوب انه اكبر عدد يكون موجود في الستاد وفق التراتيب الامنيه، وكل نهار بقسموا روانينا امنيا في تونس وفق التراتيب الامنيه. اثنين، لابد من خريطه عمل. اذا كان نعطيك انا بسرعه خريطه عمل بسرعة. اولا تحديد الرقم في الاسبوع هذا، الرقم النهائي اللي باش يكون موجود. اثنين، تحديد انه 20 سنه مع بطاقه التعريف. ثلاثة، هيئة الترجي التونسي تسمعني تعطي أسماء المشاغبين متاعها اللي تعرفهم بالاسم للوحدات الأمنية باش يقع منحهم من أنهم يكونوا موجودين في الملعب. أربعة، يقع تحديد مسار محدد للملعب منذ البداية إلى نهاية المباراة. خمسة، على هيئة الترجي التونسي أن توفر زادة لاستاديه. ستة، بإذن الله تعالى إذا كان الترتيب الأمنية تكون سلامات، أعتبر أنه البلاد هذه باش تكون في سلام قبل المباراة. تثبت من حالة المتفرجين قبل الدخول الى الملعب؟ اكيد جدا. اي في حالة حالة عادية ولا حالة مش عادية؟ طبيعي جدا، امر طبيعي جدا. وظرف تجديد راه حالة السكر بالله، خلينا راه وفق القانون 3 أوت 1994 حالة السكر ما تبعه بطبيعة هو ظرف تجديد، ولا يجوز فيه اعمال اليات التخفيف. وقتاش؟ وقت نقاو السيد هذايا في المنشأة الرياضية وفق قانون 3 أوت 94، اللي العقوبات فيه راهي من 16 يوم لسبع سنوات بالسجن. يا ناس بالله افهموا، راه اليوم ولينا نحبوا انه نعطيو مساج لتطمينة القلوب على الاقل من الملاعب الرياضيه. ان شاء الله بالتوفيق والامن في اداره البلاد في اداره الشان الرياضي. ان شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي. اكيد سنعود للحديث عن الترجي مباراه العوده يوم الثلاثاء القادم. اكيد العلاقات بين الانديه موضوع مهم جدا، خاصه في ظل ما شاهدناه ولاحظناه من مؤازره للانديه المصريه لفريق الاهلي، زياره من رؤساء وايضا من ممثلين للانديه الى مقر الاهلي المصري قبل الانطلاق مباراة. فريق سموحة أيضا بالإطار الفني بالملعبية كانوا موجودين في ملعب برج العرب، وبرشا فرق ساندت الأهلي. نحن ماذا بينا الصورة هذه تكون موجودة في تونس، خاصة بعد الأحداث الغريبة، بعد ربما مظاهر العنف اللي شاهدناها من غير جمهور بالويكلو، والمسؤولين يتعاركوا والملعبية يتضاربوا والتصريحات النارية. ماذا بينا كان أسوء لعلاقات طيبة بين الأندية قبل انطلاق الموسم القادم. لكن هل أنه الأندية التونسية إزرت رجي قبل مباراة الذهاب؟ نشاهد هذا التقرير ثم نعود. السنوات الفارطة كانت فما شوية عداءات، أما أكيد بعد الثورة برشا حاجات تبدلت، ولو أكثر الأندية قراب لبعضهم. سيفري مازالت عنا شوية ما بين ظفرين تخلف المسألة دي، مازالت الناس ترى اللي مساندة الجمعية هو كأنه معناتها استنقاص من قيمة الجمعية الأخرى. ريناها في نصف النهائي بدات الامور تتحرك. حضر شخصيا، حضرت انا في مباراه نصف النهائي في الترجي، وحضر ممثل نجم الساحلي، حضروا ممثلين ومسؤولين اخرين. في حقيقه الامر مبدا التآزر والتضامن هو بريزيمي، يعني سي تان برانسيب بريزيمي، يعني مفترض في اي رئيس جمعيه ولا اي جمعيه يعني متضامنه مع جمعية أخرى تشرف الرياضة التونسية في المحافل الدولية. بلغوا صوتنا كما توا، يعني موجود إذا وقت في استجواب في أي في الصحافة المكتوبة في الصحافة المرئية، يعني نساندوا الترجي، نصور كتاب العامة متاع كل فريق، نجم تراسل الصحف اليومية ولا سواء يعني لابريس بصفة عامة. المساندة كانت برسائل تشجيعية اللي بعثوها الإدارات الأندية للترجي الرياضي التونسي، ويستحق الترجي الرياضي التونسي وقفة ودعم معنوي من كل الجماهير الرياضية. كان فما إمكانية يعني تأخير مقابلة مثال الناس تتعاون عليها باش تنجم الترجي تلعب يعني بكامل الفريق كامل نتاعها باش تصير إصابات. نعرف مشكل نتاع تران غادي، كنت حتى تحدثت أنا والسيد رضا بنور، قلت له منكم نمكنكم بالتران لهنا، وحتى مرحبا بهم بالإقامة في ستاج وفي حاجة، احنا معناها في خدمة الأندية التونسية ككل يعني. والترجي إذا كان بادروا اتصلوا بينا مرحبا بهم. أما زاد جروبات في جمعيات موجودين يعني من هيئات الأحباء، يعني تنجم تعمل دي باندرول يعني تشجع فيهم الفرق اللي تشارك في تظاهرات دولية. إن شاء الله في مقابلة إياب نتاع الترجي إن شاء الله نقدروا مش يكونوا موجودين، إن شاء الله نساندوا الترجي ماك تعرف تمثلنا وتمثلته إن شاء الله بقدرة ربي، إن شاء الله فرحانين. ماهيش أحسن من الحضور نهار النهائي، معناتها سي سامبل. الترجي نجم يخصص لوج ولا دو للبريزيدون دي كلوب ويوجه لهم استدعاءات، ونتصور ما دام تحل الموضوع ما نتصورش ما ثم حتى مانع اكتويلمون باش يخلي رؤساء الجمعيات باش يحضروا. الترجي وقت اللي يعمل دعوه ولا يكون معناتها يستدعى لرؤساء الجمعيات او ممثلينهم
ما نجم نكونوا كان معاهم نجم نكونوا كان حاضرين ما عندنا حتى اشكال بالعكس يعني بالنسبه لنا تونس تلعب احنا صغار كعيتونا نمشيو راه فهمتم الجمعيات الكبار معناتها نورمال هي تبادر احنا كما عندناش شامبيونز ليغ ما عندناش كاف شو احنا كي بدا عندنا سيريمونيه هاجه حكا نستدعيوا الاطراف الكل هم الكبار ان شاء الله يتفكرون احنا صغار راح نتلفوا معاهم ونعاونوهم حتى بالوقفه معنا ان شاء الله احنا نساندوا بالكلمه الطيبه عن علاقات طيبه مع رؤساء النوادي والمسؤولين في النوادي هذه كنا باتصال مستمر ديما وإحنا نحفزوا فيهم ونشجعوا فيهم ونقول لهم دربوا تونس ورانا معاكم البارح برك في الاجتماع رؤساء النوادي في مدى جاسي رياض بن نور شجعنا النوادي الكل مدى الوادي معناها يبدأ مش اللي يحبوا الاسبرانس برك معها تونس كل معها تونس كل معناها الكلوبيس والسي اس اس والتوال والسي بي الاسبيرانس تلعب اليوم على تيتا افريكان حبوا يجي لهنا يحبوا يمشي لمصر معناها الكلام هذايا مجافي للحقيقه معناها فهمتني ما نظنش معناها بعد نتنافسوا لهنا صحيح كي سي بي تلعب اون ديفون كولور فاز الاسبيرانس ولا فاز اي كيب اخرى مي في حاجه كان هذايا معناها احنا كي عايزين الكوب دافريك في 88 تونس كل ورانا واليوم كنت عباد كل ورا الاسبيرانس والعام الجاي ان شاء الله عباد كل مع السي بي ومع الاسبيرانس في العام الجاي وديما هكا شهاب ايش رايك في التصريح هذوما في التصريحات نتاع رؤساء الانديه نتاع المسؤولين نتاع خاصة بعد بن غربي ونعرفوا التنافس الكبير اللي كان بين النادي الرياضي وزارتي والترجي في نهاية الموسم الفارط. إيه كما قال هو توا سيماتي قال ما وقت نبدأ أنا والترجي على مقابلة وين يتنافسوا ومن حقه التنافس الرياضي لكن لما يكون الترجي عامل تشالنج قومي معناتها أي معناتها يهم البلاد وكليك الناس كل ورا الترجي معناتها شوف الناس كل مشيت في طريق واحد الناس كل تساند في الترجي الناس كل تاخذ مع الترجي في شغله مش بالكلام بالضبط مش بالكلام برك لكن زاد كذلك شغله العلاقات هذه اللي احنا نتكلموا عليها بالتيوري تكون على الواقع اول شيء وتكون في المواقف الصعيبه مش وقت الترجي يلعب مع مش يلعب مثل تونس في نهائي قاري لكن حتى على مستوى بطولتنا المحليه في التعامل بين بعضنا بالتعامل بين الانديه بين بعضها. باش نرجعوا لها هذيك من خلال المباراه الوديه بين النادي الرياضي السياسي لكن تشوف هذايا مش جديد خاطر سمعت شكون قال قبل الثوره وبعد الثوره لا لا حتى قبل الثوره كنا نشوف اللافتات موجوده في ملعب رادس من عند موجودة مفروضة مفروضة شيء بوقت يمكن مفروضة هذيك حاجة أخرى لكن كانت موجودة لكن كانت موجودة فما السوليداريتي بين الكلوب وقت اللي تبدأ فما كلوب كبير اللي هو في فينال ولا مش يلعب تيتر معناها مراد التضامن والتآزر هذايا في كل القطاعات سورتو تو نحكيو على كرة القدم وعلى تمثيل الترجي لدولتنا التونسية بيان سور ما يلزموش يكون مناسباتي معناها يلزمو ديما يكون موجود كما شفنا توا على غرار معناها ليزانترفيو اللي وقعت هذوما الكل اليوم الترجي غدو مع السي بي بعد غدو الاطوال ذي حاجه معناتها تمثل تونس ولو انه كما قال شهاب كنا نشوفه قبل معنا مش ماهيش فيه الحكايه وان باراليل شفنا بعض معناها حاجات صارت قبل لكن غير مقبوله نوادي تشمت في النوادي الاخرى خاصه لاحظ انت ذكرني على صفحات الفيسبوك تو مباراه بين الترجي والاهلي وفما شكون من المتعصبين نقول من حباء ترجي يسب ويذم في حباء النادي الافريقي والنادي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي عيب راهو عيب كيما قلنا حتى كان فما هكا امور خارجه عن نطاق الرياضه ما نحاولوش نشعلوا النار ونزيدوا ناجوا الفتنه بين الشعب رانا شعب واحد رانا ورا الترجي اليوم ورا النادي البنزرتي العام الجاي اي فريق يمثل تونس لازمنا الناس الكل نكون وراه حتى كان تصير الفدكه في اطار ودي ما نستغلوش المواقع الاجتماعيه باش نعملوا نثيروا مثل هذه المسائل خاصة الفتنة على ذكر أنت قلت التمثيل التونسي سؤال فقط لأنه برشا يسألوا شعار تونس ولا العالم التونسي علاش الترجي ما يحملوش على القميص نتاعو في المشاركات القارية برشا ناس يتسائلوا على الأمور هذه قانونية ولا مش علاش عندنا لي ريغلومونتاسيون لهنا نرجعوا 30 31 32 ريغلومونتاسيون دو كاف اللي تم المايو ما ثم حتى إشكال باش أنه يقع حمل شعار لأنه هو ما يدخلش في الشعارات السياسية ما
يدخلش في الشعارات الدينيه، ما يدخلش في الشعارات الطائفيه، ما يدخلش ببلستين ممنوعه من دوري المجموعات، وما يدخل في حتى مانع قانوني، وبالتالي يصبح ممكن. لانه اذا كان نحن نحكي ان شاء الله المدير للترجي تحط العلم تونس على الاقل، توحد التوانسه في مباراه العوده على الاقل من خلال هالجزئيه البسيطه. نحن هذا رايي انا على الاقل في قراءتي للامكانيه هذه، اللي راها هي امكانيه واقعيه وقانونيه وممكنه. لانه نحن نحكيو على تونس، راهو ماناش نحكيو على نادي معين. انا اللي نحب نقوله راهو نحكيو على تمثيل تونسي سيكتب لتونس، باش ما ندخلوش من بعد في متاهات اخرى شكون اكثر فريق حصل على الالقاب، شكون اكثر فريق توج. لا، راهي هذه مسانده تونسيه تونسيه، لانه اللي باش يلعب تونسي ضد مصري، انا تونسي ضد مصري، واجب الوطنيه يفرض عليا اني اساند شخص تونسي هذا. لكن لبيب سامحني، حتى امور اقتصاديه سامحني انت طارق، لانه مش كيما ندخلوا 2 مليارات للبلاد من العمله الصعبه، كيما ندخلوا مليار و100 ولا يعني فما امور اقتصاديه، فما انتعاشه، وحتى الجامعه التونسيه تستفاد، تستفاد الجامعه، يوليو الجامعات يلوج على تفتوفه ياخذوا شويه، يعني الامور مرتبطه ببعضها. لكن ثم حاجه اخرى، معش انا هذا رايي بالنسبه للمسانده، هي امر مفروض منه في المسابقات الدوليه والرهانات الدوليه، كيما نزلت في مباراه العوده نتاعها، لابد ان الناس الكل مهما كانت النتيجه انه تقف معها، ولابد ان نحن اذا كان امكن باش نطالبوا بحضور الجماهير، واذا كان الظرف الامني كان يمكن من وجود جماهير في مدينه بنزرت، واذا كان باعلى 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 الاعداد ممكن باش نطالبوا به، باش نضربوا على الطاوله، باش نقولوا راه ممكن، باش نحاولوا ندخلوا نعطيوا مساج ايجابيه. دونك فيس فيرسا، على ذكر الرجاء هي معلومه للمشاهدين، اليوم تاهل الى الدور النهائي لكاس العرش المغربي بعد ما فاز في الوقت الاضافي على الوداد البيضاوي 3-1، كان خسر دقيقه 82 واحد بلاش، رجع عدل 1-1 ومن بعد سجل 2 اهداف في الوقت الاضافي، ترشح الى نهائي كاس العرش المغربي. الرجاء منافس النادي الرياضي بنزرت ان شاء الله في اياب الدوره التمهيدي لكاس الاتحاد العربي. بالتالي هي نراوح بين المعلومه وبين التحليل وبين النقاش، هي علاقه تبادليه. لكن هاو معنا لخيان لهنا، يظهر لي انه التصويره قدام الميكرو مخالفه برشا للتصويره برا الميكرو، قناعتي الشخصيه. التصريحات التلفزه حاجه، الواقع حاجه، الفعل حاجه اخرى، المعاملات المعاملات حاجه اخرى. لانه اليوم ما نتصورش اي مسؤول باش يجي يقول لك والله انا ما نحبش الترجي ولا نادي بنزرتي، نادي بنزرتي ترشح، ما نحبش الترجي يا اخو نهائي، مستحيل. اما انت يعني كمسؤول، اما انت كمسؤول عدي المساج، عدي المساج لجماهيرك، صحيح مراد، عدي المساج لجماهيرك على الترجي التونسي، انه يعدي مساج جماهيره، راني انا امثل تونس، مانيش في عداء مع فرق اخرى باش نقول راني انا متحصل على اكبر عدد، على الفرق الاخرى انها تعرف راه ما ثماش خليط احباء الا خليط احباء تونس في البلاد هذيا، وبالتالي نكونوا في علاقه تبادليه ايجابيه. في سياق الحديث نتاعك استاذ سناء، لعبه النجم الساحلي والترجي الرياضي، ونعرف الرهان على مستوى البطوله، انا موروث كبير في الرهان، ومعناها تتشحن برشا للمقابلات نتاعهم وكل. شفنا لعبوا مع بعضهم الكوب دافريك، شفنا رئيس النجم الساحلي مشى معناها على مستوى العمل رضا شرف الدين جوستومون، هذيك هذيك معناها بادره طيبه، وهي موروث موجود عند المسؤولين نتاعنا وعند معناها اللي تتمثل بها العلاقات بين الانديه. تبقى السوبورتير لازم يرتقي زاد المستوى، تفكير كبير ياسر، ويفكر كواجب وطني. عبدو هي. إذا كان باش يكون أنا مع مراد، كان باش يكون دعم معناها مشروط ولا مناسباتي، بلاش بيه يدخل، هو اللي يدخل في النفاق الاجتماعي، يدخل دونك وينو الدور؟ تو نتاع ماذا بينا ودادية روسيل أندية هي اللي تو تتحرك تو، وتبدا من تو تهيئ للموسم الجديد، هذه فرصة تتدخل هي وتعطينا برنامج نتاعها شنو ناويين نعملوا، باش نقضيو شوية بشوية على الشوفينية هذيا، الشوفينيزم اللي هلكتنا هذيا. راهو هذا مناسب نتاع الترجي هذه المباراة وتمشي على روحها، حاجتنا باللي كيدور، حاجات بالبطولة اي حاجتنا بإجراءات وقرارات كيدور باش ينظفوا لنا الوسط الرياضي نتاعنا هنا في تونس قبل لا تجي المباريات الأخرى لهنا. واحنا في بالمكشوف قمنا بالدور نتاعنا اكيد كاعلاميين، وكانوا موجودين معنا رئيس النادي الرياضي البنزرتي ورئيس النادي الرياضي الساقس، وساهمنا ربما في تقريب وجهات النظر وازاله الخلافات وصفينا القلوب، وهذاك علاش ممكن ايضا اجراوا مباراه وديه يوم السبت الفارض في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، اللي شد 2 احداث، يعني مباراه الموسم ما قبل الماضي ومباراه الموسم الماضي، وكالود يرجع ما افسده الجد. نتابع هذا التقرير ثم نعود. راك كبير سي بي وسي اساس، معناها فرق معناها تشارك في القرن من العمر وعندها علاقات بالعمق هذايا نتاع
بيناتهم. اللي جرى في الماتش الاخراني سيتي معناها ان انسيدون سيتي اون انكومبريونسيون من عام الميتوال اللي تحلت في وقتها. بقى اليوم حابين سي اس اس يجيو يلعبوا حدانا في بنزرت لهنا و بور اونكور ديمونتري معناها علاقاتنا شنيا و بور كيلي بلو دو موفي سونير حتى حد. علاقتنا بالنادي البنزرتي علاقه كبيره ما فماش الحمد لله معناتها لا مشاكل لا شيء ضجه كما قلت تعديت على روحها وعلاقاتنا متينه مع النادي البنزرتي وان شاء الله تتواصل. هذيك الرياضه وكش تربحهم الرياضه لا العلاقات واحنا نقدروا معناتها كما قلت لك مسؤولين النادي البنزرتي وجماهير النادي البنزرتي. علاقتنا بجميع الانديه التونسيه علاقه احترام وكل تصير في مباراه كره قدم يعني الناس كل تحب تربح الناس كل تحب واحد تصير يعني سحابات عابره. احنا كمسؤولين من دورنا باش نقربوا وجهات النظر باش ما توليش حكايه خاطر في الاخر بالكره والرياضه هي مجعوله باش تقرب العباد لبعضها مش باش با بور دي سيغريغاسيون با بور باش نوليو يعني انتماءات وجهويات. اراده من المسؤولين في الجمعيات هما اللي هما يهديوا الجو وهما اللي يعني اذا كان يحبوا يعكروا الجو يحبوا يعكروا الجو ولهذا دي بتي جيس دو سو جون كونك تمشي تسلم على الاخوان الملعبيه والستاف تكنيك بتاع بنزرت ماهيش حاجه صعيبه. اليوم فرصه لنا احنا يعني باش يعني تتصالح الناس الكل والرياضه يعني اخلاق. واليوم كترى بالنسبه لي انا صارت مشكله بيني وبين يعني سامي الجزيره عملناه ولكن كلمني بالتليفون وحكيت انا وياه والحمد لله وصافا وان شاء الله نتعدى مقابله باهيه وان شاء الله البطوله ترجع حتى بالجمهور ويكون جمهور واعي ان شاء الله. حفاوه لقيتها اليوم في بنزرت ما لقيتهاش في السابق بصراحه. انا نقول لك نشكر كل مسؤولين نادي بنزرت وهادي بنزرت على حسن الضيافه وهذا مش غريب وقلناه راه حتى في السابق قلناها هادي بنزرت وبنزرت والبنزرتيه راه حاجه كبيره ياسر راهي بلاد الجلاء وخذينا الاستقلال من بنزرت. ترحاب كبير يعطيهم الصحه وسي مهدي كالعاده ما شاء الله عليه وسي الجزيري والخيان الكل يعطيهم الصحه وفرحوا بينا وان شاء الله نكرموهم زاد كيف يجيو بحذانا وهذاك هو اللي يقعد بقدره ربي كان العلاقات طيبه. أكيد محلها العلاقات ومشكورين المسؤولين نتاع النادي الرياضي بنزرتي والنادي الرياضي السقسي اللي خموا في المقابلة الودية هذه. إن شاء الله الجمعيات الكل يكون لهم درس يعني اللقاء هذا الودي والبطولة على الأبواب. نمشي لشاكر بعد نرجع باش نوصلوا الحديث. شاكر هل من جديد يا شاكر؟ بسرعة لبيب بطبيعة في إطار الحديث اللي حكيته على العلاقات من الأندية فما فتحي المتراوي من حمام لانف يقول أنه عادل الدعداع هو رئيس النادي الوحيد اللي تنقل متابعة وتشجيع الترجي الرياضي التونسي في القاهرة ويشكروا على الجيست هذا بدعوة من الترجي باش نوضح بدعوة من الهيئة المديرة من الترجي أكد كلامي طارق العليم باهي. نقعدوا ديما لبيب في إطار الدعوات خبر رسمي معناتها رئيس الترجي الرياضي التونسي باش يقوم السيد حمدي المدري باش يقوم بدعوة كل رؤساء الانديه من اجل حضور نهار الفينال. تجاوب به يعطي الصحه سي حمدي به يحضر للتفاعل مع الحصه ويلزمهم يحضروا يلزمهم يكونوا حاضرين ان شاء الله من اجل شال. دعم كره القدم التونسيه في الدور النهائي هذا فما لبيب فما بنيه الحقيقه حكيوا عليها برشا على المواقع الاجتماعيه. نوره طرابلسي اكيد انه عندك عليها فكره اللي صرحت في احدى القنوات المصريه انه معناتها الاحباء نتاع النادي الافريقي باش يكونوا معناتها مع الترجي الرياضي مع النادي الاهلي باش يساندوا النادي الاهلي في مقابله العوده. انا نحب نقول البنيه هذه قالت كلام ما يلزمها الا هي اكيد واكيد انه احباء النادي الافريقي وكل الاحباء معناتها اكبر وارفع من الشعارات هذه اللي قاعده ترفع فيها الفتات هذه في الحقيقه ما عطات الصوره مزيانه على كره القدم التونسيه والاكيد انه تونس الكل على مختلف الالوان نتاعهم وعلى مختلف مع انتماءاتهم الفرق التونسيه باش يكونوا يد واحده ان شاء الله لبيب يوم النهائي وان شاء الله معناتها الناس الكل على الاقل على الفيسبوك والبوز اللي عملته الكبيره هذه على الفيسبوك يكون في الاطار الايجابي ويدفع نحو معناتها الحاجه الباهيه في الدور النهائي هذا باش على الاقل معناتها الجزاء وزارة الداخلية وكل الناس يعطيوا كل الظروف الملائمة من أجل هذا العرس النهائي لبيب. أكيد كلامك شاكر برشا من أحباء النادي الأفريقي أكيد اتصلوا بنا وقالوا أنه الكلام هذا ما يلزمناش خاصة وأنه المحاور المصري تبارك الله عليه استغل الفرصة في عوض سؤال ولا اثنين طول معاه الحكاية والهدرة وهذاك علاش يبحثوا الإخوة المصريين والنادي الأفريقي ولا النجم الرياضي الساحلي الجمعيات الكل وراء الترجي الرياضي التونسي. إذا كان تحبوا ترجعوا للملاعب وتتفرجوا في المباريات بتاع البطولة وتساهموا في عودة على الأقل النسق العادي للحياة في بلادنا رب سرواحنا وننضبطوا ونوريه الوجه المشرف للشعب التونسي. أنا أقول أنا عندي مثال قلت لكم عليه قبل في حصة سابقة
والله لحد الان مانيش حابب باش نفرش نقول مش لازم وقال لي طارق ان شاء الله ما نتلزش ونقولوا المثال هذا لا توا قبل كل شيء تفاعلا مع الحصه حركه كبيره من سي حمدي المدم وان شاء الله يزيدنا نتوجه له الهيئه المديره حركه علم تونس كما علم الترجي يكون اليوم مباشره مع الكاميرا اليوم واحد الكاميرا مانيش عارف شكون يربح في اللقاء حركه كبيره توا رئيس النادي اللي ما يحضرش سامحني فيه ما دام جات الدعوه توا يعملون لهم لوج محترم يكونوا موجودين ولما لا خلينا نلزم من كل جمعيه خلينا نزيد انا اقتراح اخر سامحونا توسعنا شويه ثلاثه ولا اربعه ملاعبيه من كل جمعيه اطار فني يكونوا موجودين هكاك نحببوا الفرق في بعضها وتكون فرصه باش كما قلنا خلينا نساوي الماضي ونبداو صفحه جديده عندنا الترجي الرياضي التونسي وعندنا نادي الرياضي البنزرتي فرصه زاد يسمع فينا الهيئه المديره للنادي البنزرتي نهار 25 واكيد يسمع فينا سي مهدي ولا اعضاء الهيئه المديره علاش لا دعوه لكافه رؤساء الجمعيات مع بعض اللاعبين القدامى او الاحباب يكونوا موجودين لانه المحافل هذه تقرب التصويره والجمعيات وعلاش لا ما نشوفوش خليه احباء النوادي في ملعب رادس تشوف منطقه فيها حتى 10 20 محب من نادي الافريقي اللي بسين احمد ابيض من نادي الصفاقسي احمد وكحل ابيض وكحل من ملعب التونسي من كذا حتى نهار اخر مقابله بين الترجي مثلا وملعب التونسي يتذكر انه ملعب التونسي جاوا جماهير وساندتهم والله صدقني حتى الحده في هيك المقابله تنقص يقول لك هما حضروا معانا هما كذا لكن نرجع لمقابله النادي الصفاقسي ونادي البنزرتي المقابله الوديه شاهدنا ناصر هذا هو ناصر البدوي اللي نعرفوه وامير الجزيري اللي نعرفوه هذا المسؤولين نحبوا نشوفوهم في الكوره نتاعنا ان شاء الله لحظات الغش هذيك يعرفوا اني راهي تاثر على جهه كامله وعلى جمهور كامل ان شاء الله يكونوا في المستوى نتاع المسؤوليه نتاعهم والاكيد ان في القادم مش يكونوا افضل حركة أخرى منصف السلامي رئيس سابق للنادي الصفاقسي حاضر في مقابلة ودية وهذا التواصل بين رؤساء الأندية إن شاء الله ما يكونش بالكلام وفي الظهر تكون أمور أخرى إن شاء الله هذا الكل يرجع ونشوفوا كرة قدم ممتازة لكن لبيب ما نجمش نتعدى إن شاء الله اللقاء الودي ولا اللعب ما نجمش نتعدى بدون كما نقولوا نحن في الحوم ما تكونش غطاء اللي إن شاء الله أمور أخرى لكن في الأمور الجدية يلزمني عندي كلمة نقولها على ذكر أنت الجماهير اللي قلت والله تفرجت في مقابلة الترجي مع زوج أصدقاء كل واحد يحب جمعية أخرى تفاجأت في أول فرصة للأهلي صاحوا يحبوا الأهلي تسجل سألتهم قلت لهم عادي أنتم يعني قال لي لا احنا بالنسبة لنا احنا ما أنت شكون شجعت؟ أنا شجع تونسي يا كابتن هذه حاجة ما تعرفش لا يعني هذه موجودة ثم لا مش لا لا حبيت أقول لك حبيت أكد لك أن الجماهير نتوجه للجماهير اليوم أنا والكاميرا راه وقت يبدأ يلعب نادي تونسي مهما كان درجة علاقتك ولا مثلا كرهك للنادي هيك في البطولة هذاك يتجاوز البطولة توا اعتبار الترجي أو لا إرادية يعطيك الصحة نادر مراد المشهد معناها في برشا بليزير كبير كي شفنا توا سي بي وسي اس اس البدره اللي عملوها المقابله الوديه وكل يقربوا لبعضهم اكثر على عكس المقابله السابقه اللي صارت فيها برشا اتهامات وردود افعال وكلمات وكل هنا نقول مش الفائده في اللاكت ولا شو نعمل بعد الفائده انه نتعظوا وناخذوا العبره نعرفوا ونفهموا اللي الرهان الرياضي راهو ما يغلطنيش في خويا وفي صاحبي وفي ولد عمي خاطر انا كي نلخصوا كلامنا نو سوم اون غروند فامي التوانسه كل التوانسه كيف كيف القطاع الرياضي سورتو ولهذا معناها مش الرهاني غلطني انا في صاحبي وفي جاري وفي الكل يعطيك الصحه شهاب نختم معك معناتها زوز نقاط النقطه الاولى هو بالحق موجوده الصراع ليزانتيري معناتها المصالح نتاع كل جمعيه مع جمعيه اخرى هذا موجود لكنه ابري تو نعم في الرياضه ما يلزمش يتجاوز النطاق الرياضي باهي البدله شفناها هذه معناتها حاجه كبيره برشا واذا البوان بوزيتيف في البدله هذه هي لا كومونيكاسيون معناتها الفات انه كان قعد كل واحد في جيته وكي يتكلم وكي يتكلم ما نخلطوش الحل الفات يتلقاو اثنين انهم اذا اسيري معناتها لا كومونيكاسيون بيناتهم وهذاك اللي عطانا برودوي بوزيتيف ان شاء الله يتواصل البرودوي بوزيتيف هذايا لكن يتواصل فاش يتواصل في اوقات الازمات وقت اللي نقولوا احنا باللغه الكوارجيه تلحم تلحم صحيح وقتها حاجتنا بالناس هذوما رزان وقتها حاجتنا باللحمه اثنين بين الانديه فيما يخص اللي قال عليها شاكر البنيه اللي صرحت وكل بلاتا عندنا مود احنا يطلع البلاتو ويقول لك باسم الشعب التونسي شكون نصبك باش تتكلم باسمي انا هي شكون نصبها باش تتكلم باسم جماهير النادي الافريقي انا متاكد الجماهير النادي الافريقي ارفع من المستوى هذا يعطيك الصحه شهاب اذا كان ممكن سامحني لبيب غير ممكن
بارك الله فيك. اولا لانه تتمه الكلام خويا شهاب، اكيد انه ما ثماش راهو ناطق رسمي باسم الشعب التونسي ولا باسم الجماهير الا الناطق الرسمي لجمعيه معينه، ناطق رسمي جمعيه النادي الافريقي، وهيئه النادي الافريقي ابدت تازرها وتضمنها مع هيئه الترجي الرياضي التونسي واكدته هذا في مواقع التواصل وعلى الصحف وخلاف ذلك. هذه حاجه. اثنين، انا مع البادره هذه اللي صارت، لكن لازمني نذكر انه مازال تحقيق جزائي مفتوح في الاتهامات بالرشوة اللي صارت بين بنزرت وصفاقس، تحقيق جزائي، ومازال التحقيق التأديبي معلق بالنسبة للرابطة، وقرار المكتب الجامعي هو محل طعن أمام الكناس. ماذا بينا أنه نحن نلقاو رواحنا وقت لجد الجد، هذا لا يفسد للودي قضية. باش تخدم أكيد مش ما يلمونيش دقيقة، كل ما عملوا المية كيلبا نتاعهم ليزونترونير وكل شيء ما ينجحوا الخطوات هذه الكل إلا من زاد الإعلام الرياضي يتحمل مسؤوليته هو بيده ويكفر على الاغلاط. عندنا برشا اغلاط في الاعلام الرياضي، عندنا برشا هزال ونفضان في الاعلام الرياضي. صحيح. وحاجات كانت صغار كبرناها من الحبه يعملوا قبه عامه. ولذا زملاء الكل ان شاء الله زاد نحن نتحملوا مسؤوليتنا ونعترفوا بغضاء بالاغلاط نتاعنا ونحطوا اليد في اليد الناس الكل ونرفعوا بالمستوى الكتابات نتاعنا والتصرفات نتاعنا في الملعب والبرامج نتاعنا ان شاء الله. اكيد مش ما يلمونيش احبائي الشباب والاتحاد الرياضي المنستيري ان استغل بسرعه وجود مراد وشهاب مراد حاضر الشباب لانطلاق الموسم الجديد. والله رغم الصعوبات ان شاء الله ديما متفائلين احنا المدربين. لي كونديسيون في الانديه تختلف، احنا بيرسونيل معناها في الشباب عندنا مشكل نتاع تيران، عنا نتمرنوا في ملعب 70/40 معنا غير صالح لتعاطي كرة القدم. الملعب السنترال من آخر مقابلة 26 سبتمبر ما دخلنالوش، خلنالو كل يوم. كل اللي تعرف كل الملعب اليوم هو باهي، لكن بريتو للمقابلات وان شاء الله كي معناها يدور معناها ان شاء الله في الموسم كامل نلقاوه. احنا بالنسبه لنا احنا مش تو كبير في المباريات، خاطر ناخذوا في حصه الاثنين ماكسيموم، اما السته والخمسه حصص الاخرين ومش نتمرنوا. هذا الاشكال الكبير في القيروان معناها من ثلاثة اربع مواسم تو. ان شاء الله عندنا دولانكس في قروان تراب دايرين بسور المنشأة تشوفها موجودة، لكن تراب ما همش مهيئين. إن شاء الله زيارة سي طارق ذياب مؤخرا القروان معناها أعطاه الإذن باش يقع الاعتماد نتاع البروجي هذا نتاع دولانكس. إن شاء الله كي يحضروا نولي نقولوا معناها إن شاء الله نسرعوا في الأمور ديما. الإذن موجود وسي طارق عمل برشا زيارات وأكد على انطلاق الأشغال، لكن كما العادة البيروقراطية هذاك الموجود والإجراءات الإدارية. بالله نسرعوا شوية الأمور، خلي تتحرك الفلوس موجودة تبارك الله. أنا قريت مقال بالنسبة للبرومو سبور مليارات توا في اللعبة وماشيين لخزينة الدولة 50%، فما شكون هكا بطريقة أو بأخرى معناها نستغلوهم على الأقل في المنشآت الرياضية. شهاب ما فماش مشاكل هكا في التمارين بين الملاعبية بين المدرب؟ نقطة التقاء هي موضوع كبير، نقطة التقاء حالة الملاعب في تونس. معناتها أمس في الأيام ملاعب المونستيري نضربوا بها المثل، اليوم نعانيو في الحالة، ديما نقول الحالة موجود الملاعب لكن الحالة سينو الاتحاد الرياضي المونستيري باش تكون مصافحه اوروزمون بالاول مقابله لعبوها على ارضيه ميداننا باش تكون ب 3000 متفرج. ان شاء الله احنا حضرنا رواحنا جاهزين، ان شاء الله يكون عرس يوم الاحد على مستوى الاداء على مستوى النتيجه يوم السبت. يوم السبت اكيد تقعدوا معنا. ما صارتش هكا مناوشات بينك وبين الملاعبيه في التمارين انت ولا مراد؟ ما عندكم شيء؟ لا فما احتراف متبادل. هذا اللي نحبوه في الانديه التونسيه، لانه ما حدث في تمارين الاولمبي الباجي اثار ضجه اعلاميه. نتابع هذا التقرير ثم نعود. هذا عنده اربع شهور غايب، جاء معناتها بنت تربيه قبل كان يتصرف هكا، شق التيرا ما كملناش الحصه، معناتها طلبت منه باش يخرج لنا ما كملناش، يسخيل في روحه معناتها اكسترا تيريستر ولا شبيه، رفض الخروج ثم معناتها تفوى ضدي بكلام جارح. الحمد لله ما رديتش الفعل، لكن معناتها الملاعبيه جاوا معناتها باش يثنيوا على العزم وحاول يدزني ولا دزني ما فهمتش معناتها. اي بوي ما انطلقت معناتها اسمه ضرب اللاعب محمد سليتي، وقعدت معناتها شويه كيفاش تيك تاك هكا ومنا وطوقنا الحكايه. لازمنا نشوف نتحريو ساعه في المشكله اللي وقعت بالضبط،
مش حاجه كبيره هي ان شاء الله، مش حاجه كبيره ان شاء الله. بقول ربي احنا في المجلس التاديبي تو نشوف واش نتحرك وناخذوا الانيشيتيف اللي لازم تكون. اذا معناتها ما راهو من الصالح باش يكون يرجع المجموعه، انا ما عندي حتى جاي، ما عندي حتى كيفاش، حتى ما عندي حتى رير بونسي. ما دار الحكايه وفات بون، اذا يتعاقب يتعاقبش، فات الحكايه البارح بالنسبه لي. أكيد الحكاية وفات وهذا اللي نحبوه، لكن مثل هذه التصرفات نرفضوها خاصة بين الأبناء الجمعية الواحدة. نحن حابين السي كريم الحسني والناطق الرسمي للأولمبي البيجي يكون موجود معنا هو وعدنا، لكن أكيد تخلف عن الموعد. إن شاء الله المانع خير على كل، حابين يكون موجود معنا باش يكون لسان وصوت الأولمبي البيجي في بلاتو بالمكشوف. عبد الوهاب إيش رأيك في الحادثة هذه وشنو اللي صار ونجم يأثر هذا على الأولمبي البيجي في الموسم الجديد خاصة بعد الأداء الرائع والنتائج المتميزة في نهاية الموسم الفارط؟ اللي صار موش جديد معناه، وما فما حتى جمعية في تونس، فما حتى جمعية في تونس كبيرة بصغيرة بمحترفها بالواحد تصير فيها راه كما كل مصار في العائلة تصير، ما فماش مدرب يقولك ما صارت ليش، أما درجات والمفروض الامور هذه راهو تم احتوائها كما حكينا المره الاخرى حكايه المساكن وكذا، المفروض راهو تم احتوائها الحكايه هذه وراي ما خرجتش عملت ضجه، وبطبيعه المخطئ يلزم يتعاقب ما فيش كلام. شكون عنده اضافه في الموضوع هذا؟ على المستوى كما قال عبد الوهاب، شوف على مستوى حجرات الملابس او الملعب ديما فما مناوشات تجاوزات، تبقى فما سقف ما نجاوجوش هذا مهم برشا، وفما فما لي سانكسيون يتعاملوا، لكن فما دي سانكسيون ايريفوكابل ما تمش ترجع فيهم. انا خاصة احنا نتكلموا فماش عنف في الملاعب وفماش عنف في المدرجات، فما بالك في وسط الميدان التدريب، لكن المناوشات او التجاوزات تقع، لكن لابد من احترام سقف معين. اللاعب الاجنبي هو اللي سبب المشكلة. ماذا أخذ الملاعبين الأجانب يظهر أن محترفين كان في العقود وفي الأموال وفي منحة الأمضاء بالك في الحركات كي هذه؟ أنا يعني بالنسبة لي ثم السقف اللي قال عليه شهاب ما فيش كلام، يعني هذا مدرب وقال اعتداء عليه، يعني كان تسامح غدوة برايم كمال رجع للتمارين، بعد غدوة أي لاعب يجي يضرب المدرب هذا عادي، هو قلبه كبير مختار العفية وقال لك ما صار شيء، لا هذه عايش خويا هذه صارت. بالنسبة لي ما ثماش ما صار شيء في أمور كي هذه، اعتداء على مدرب، اللاعب هذا ما يلزمش يحط ساقه في الأولمبي البيجي من هنا فصاعدا. رايك يمشي مع نادر ولا؟ كلنا مع الانضباط بيان سور، معناها ما فما حتى نادي يوقف على ملاعبي، ما نعرفوش احنا الحيثيات بالضبط، لكن اذا اخطا الملاعبي هذا ما يلزموش يكون في اي فريق. ان شاء الله بطبيعه الامور تتوضح بخصوص هذه المشكله، كما نقولوا تلمت نحن في صلب الاولمبي البيجي، وانطلاقه ان شاء الله جديده للموسم القادم لفريق اللقالق ان شاء الله كما حلق في نهايه الموسم الفارط يحلق في بدايه الموسم الحالي. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الانديه التونسيه، ونجاح الانديه من نجاح ايضا الاحباء نتاعها، من نجاح خلايا الاحباء. النجم الرياضي الساحلي في الاسبوع الفارط اتحاد لجان ولا خلايا الاحباء كانوا عملوا اجتماع كبير في بوحجر، حضروا رئيس النجم الرياضي الساحلي السيد رضا شرف الدين. نتابع هذا التقرير لفخر الدين ساسي ثم نعود. بحجر لان بحجر تقع هي بنت في قلب الساحل، يعني بجنبها صياده لمطه بنان جمال زرمدين مكنين الحاصل ومالها هي جايه في القلب، والاتحاد هذا هو يضم الخلايا هذوما ويضم خلايا اخرين معناها اللي داخل الجمهوريه الكل. ما عادتش جمعيه الساحل جمعيه الجمهوريه التونسيه، من مدنين المتلوي التوزر الجميع انحاء الجمهوريه خلايا واتحاد الخلايا والناس كل معناها وكلهم يصبوا في خانه واحده، هي مصلحه الجمعيه باش ترجع لطوال، ترجع للمسار نتاعها العادي والطبيعي، وترجع لمكانتها وترجع البسمه للجماهير هذيا كل. عرس ونخوه وفرحة اللي تشوف أجواء كما هكا وتشوف جمهور كما هكا، فرحة وشحنة
واحساس بمسؤوليه. قاعدين نوعيه في الرؤوس الاموال باش يلتفوا احباء رجال الاعمال اللي يحبوا النجم هذا الساحلي باش يدعموا رئيس الجمعيه. اتحاد خلايا هما احرار، هما اسوسياسيون تابعين النجم ومحبين النجم، ما عندنا حتى سلطة عليهم. يجمعنا حاجة برك هي حب النجم ومستقبل النجم اللي نوعدك به أنه مش شيء هذا. وإن شاء الله احنا كهيئة مديرة ورؤساء قدامة والناس الكل اللي يحبوا النجم مش نحاولوا نجتمعوا بالخلايا هذه وبالأحباء في إن شاء الله في كامل أنحاء الجمهورية. حاب أقول حاجة، يعني راهم أولاد طوال، رجال طوال أقوى من هذا الكل. اليوم احنا مسؤولين معاه ويدنا في يده باش ننقذوا النجم الأزمة المالية هذه. أكيد اجتماع مهم جدا، لكن إن شاء الله ديما نقول من نظري للتطبيق، مش الفائدة الاجتماعات وتواول وكراسي ونتحدث ونتناقشوا ومن بعد وقت اللي يجد الجد ويلزم نعاونوا الجمعية متاعنا. إن شاء الله حبايب النجم الذي ساحل مش موجودين في الساحل فقط، راهو في كامل تراب الجمهورية، راهو النجم يمر بأزمة مادية كبيرة. لو كان دينار كل واحد صدقوني نجم تنعش الميزانية متاع النجم الرياضي الساحلي. مراد شو رايك في اللمة هذه؟ لمة كبيرة تبارك الله في بوحجر. بيان سور النجم الساحلي أنا سبق لي اللعب، سبق لك سبق لي اللعب مع النجم الرياضي الساحلي، معناها عرفت حاجات سورتو على مستوى الخلايا، معناها عندها بوليتيك معناها واضحة واللي تلم لي سبورتير نتاعها معناها في داخل الجمهورية الكل. معناها السيني نتاع جران كلوب يلزم ديما موجود وان شاء الله يكون موجود عند الانديه الكل. نتمنى انه في القروان يكون هكا. بيان سور انا الفتره الاخرانيه مر الفريق بظروف صعيبه على المستوى المادي، وكيما كل موسم وكيما كل فتره حتى الملاعبيه اضربوا على تمارين ثلاثة اربع ايام قبل العيد، معناها صارت شبه ازمه. انا كنت معناها صرحت حتى بوسائل الاعلام المسموعه سورتو، قلت معناها يسوفي عقليه نتاع تضامن نتاع سوليداريتي. القروان ف ما نعرفش 300,000 ابيتون، على الاقل فما 50% يحبوا شبيبه. خلينا نقولوا 50,000 متفرج، اللي في مناسبه من المناسبات احنا نديو بالترجي 60,000، 50,000 ينجم يحضر في مقابله واحده في مناسبه معينه. نعرفش كل واحد دينار في الشهر، دينار 50 مليون سيد لارجون، معناها كي تحسبها في العام ثم 500 600,000 دينار تنجم تعاون الكلوب، ينجم يمشي مع شرق الازمات هذه. خاطر اليوم الكره نحكيوها على احتراف، وهي الكره مازلنا في سيركوي نتاع نعاونوا على الاشخاص، الاشخاص ما يدوموش، نعاونوا على مداخيل معناها اليوم موجوده غدا مش موجوده. خاطر الميزانيه في حد ذاتها 70% منها وهميه، معناها تقديريه وهميه تجي بظروفها. صحيح شاب مسيرة مش بعيدة على سوسة، النجم الرياضي الساحلي كبير عنده الفروع الأربعة على الرياضات الجماعية، ونذكر أنه في كرة السلة فما التصفيات التأهيلية بالنسبة للبطولة الأفريقية للأندية البطلة الدور حاليا في القاعة الأولمبية بسوسة بمشاركة النجم الساحلي والنادي الأفريقي وأهلي بنغازي الأهلي المصري والاتحاد السكندري. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للأفريقي والنجم في هذه الدورة الترشيحية لكرة السلة. كرة نجم كبير تبارك الله، عنده الفروع الكل وعنده خلايا تبارك الله زاد يعني، وناشطين ناشطين بالضبط. والأندية الكبيرة مشاكلها غير مشاكل الأندية الصغيرة. وقت اللي تظهر الأندية الكبيرة عندها مشاكل رأيت كما نقول واحد مس في العظم. ألوغ الإتوال وي دخلت في الأزمة المادية هذه نتاعها، والكيب الكبيرة كيما الإتوال أن جرون كلوب يقى الظله نتاعو في خلايا الاحباء هذوما، يعني في الماس هذه وينتقل، وخاصه لما الرئيس سيريزا ينتقل للخلايا الاحباء هذوما من شانه انه يحسسهم في تحمل مسؤوليه معاه. وهذا اللي قاله واحد من المتداخلين انه احنا معاه للاخر، وهو قال احنا معاه لفائده الفريق، لفائده النادي اللي هو نجم الساحلي. الور وي لما لا حل من الحلول، لكن نعاود نقول راهو لابد من التفكير في الموارد الماديه للفرق في النوادي التونسيه، لانه حل ظرفي كما قال مراد قبيله انه دينار في الشهر، ونحلوا المشكله عن طريق السوليداريتي اللي يحكي عليها والتضامن نحكيوا عليه، لكن في الاخير هذا ما يدومش، هذا ما يطورش كره قدم التونسيه. لابد من التفكير معناتها في اكثر عمق، خاصه على المستوى المادي. وانا نقول راهو كل شيء يمر عن طريق بيعان حقوق البث اللي هي أهم شيء لإيجاد موارد مادية للفرق التونسية. أكيد تمثيل النجم طارق مش النجم السوسي، هو النجم الساحلي مثلا بالضبط الساحلي يعني تبارك الله بالضبط بالضبط النجم، وراه دعم كبير النجم ماهيش جهة،
النجم ماهيش الساحل، النجم هو فريق كبير تونسي شرف تونس في المحافل الدوليه. نذكروا شنو عمل مع الاهلي، نذكروا شنو عمل في اليابان، نذكروا الموجه نتاع التآزل اللي كانت موجوده كيما اليوم مع الترجي مع بنزرت. فقط حبيت نقول انه ملتقى خلايا الاحباء اما بعد، بمعنى اليوم خلايا الاحباء شنو اي دور؟ هل انه دور تاطيري الجماهير في الجهه هذيك؟ هل انه الدور باش اني النجم نمدلك فلوس ونمدلك انتاج ونمدلك كذا؟ ام هل انه هو دور ورقي فقط باش تجي كاميرات تصور وتمشي؟ ولو اني مقتنع انه الجهات هذيا تتنفس كوره وتعيش كوره، لازمنا نفهم قداش الامباكت نتاع الكوره على الجهات الصغيره اللي تعيش بالكوره هذاك، علاش الكوره تعيش بجماهيرها. شكرا لك طارق. مراد لقبي يعطيك الصحه، جيتنا من القروان، شكرا لك، ربي يفضل لك العائله والبنوته الاخرانيه. شكرا لك مراد. شهاب الليلي يعطيك الصحه، جيتنا من المستير ايضا، ان شاء الله طريق السلامه لكم الزوز، نجموا تتانسوا في الاثنيه، يعطيكم الصحه، مشكورين جدا اللي كنتم موجودين معنا الليله. ان شاء الله بعد الفاصل الاشاري سنتحدث مع الرئيسه الجديده للجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه، الى الفاصل.